المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي والمكلف بمهام نائب الرئيس، واحد من كبار المخلصين في كتيبة العائلة الأكبر الأشهر عائلة الأهلي، اللي جذور العشق للمسيرة والتاريخ والمكان ممتدة معاه من زمان، لما كان من صغره بيحفظ الدرس عن ظهر قلب في حصص عنوانها عصارة حكمة الأب. مرتجي علاوة على حقائب التكليفات الإدارية الرسمية، فهو بالنسبة لجماهير الأهلي سفير السعادة، اللي كل رحلة ليه تعني درجة جديدة في سلم مجد الأهلي دولياً وعالمياً، وكل ورشة عمل بعدها نقلة نوعية في المسيرة، وكل اجتماع يؤكد على مكانة الأهلي اللي دايماً دايماً في القمة. ومين غيره كان أهم شاهد عيان على حفل قرعة مونديال الأندية؟ تفاصيل كتير وتناول إعلام كبير وحراك عالمي لمكان ومكانة الأهلي تحت أنظار العالم شرقاً وغرباً، في حفل تسجلت كل ملامحه بالصوت والصورة في كتاب التاريخ فصل المجد، ومع الأهلي عد وبدل الوعد هتلاقي ألف وعد. الأهلي اف سي. سفير السعادة نفسه في الحدث ده تحديداً كان أسعد السعداء في كل موقف وفي كل لقاء، وحتى على مأدبة العشاء فخره واعتزازه وسعادته رسمت ملامح فرحة بتجمل ألبوم مشاهد كتير، وبتجسد الشبه الكبير بينه وبين مصر الأهل الشهير بكل ما يجمع بينهم من ملامح اليقظة والحيوية والنشاط والقدرة على الإنجاز، وكل مهمة ذهاب بكل همة وعودة بمفتاح من مفاتيح السعادة، علشان يفضل الأهلي دايما في القمة وباسمه محفوظة حقوق الريادة. الحقيقة فيصل زيدان بيخلص كل الكلام. سعيد جدا النهاردة لأنه قبل أي شيء صديقي وزميلي، ثم أن الوالد العظيم الفريق أول عبد المحسن كامل المرتجي على رحمة الله هو السبب الأول بعد ربنا سبحانه وتعالى أن أنا أكون معاكم، أن أنا أكون قاعد القعدة دي، أن أنا أكون واحد من أعضاء النادي الأهلي، من أبناء النادي الأهلي، من لاعبي النادي الأهلي. حكيت القصة مرارا وتكرارا وممكن نبقى أحكيها في وجوده الحقيقة، لكن أنا الحقيقة بعمل فلاش باك وبسترجع بلغة السينما القصة. خالد كان زميلنا وكان معانا، وكان على فكرة بيلعب فرقة 17 سنة وما لعبش ولا مباراة أساسي، وأبوه كان رئيس النادي ولا مباراة أساسي، وكان مدربنا هو كابتن عمرو أبو المجد، لكنه هو كان مشغول بالدراسة جدا جدا، وإحنا الفرقة كانت كلها مع بعض فرقة محبة وفرقة انضباط وفرقة النادي الأهلي، سمة النادي الأهلي من زمان. لكن كان باين من بدري أنه رايح في حتة تانية، كمان باين من بدري أنه رايح في مكانة كبيرة جدا جدا. عشقه وارتباطه وانتمائه مش لازم يكون لعيب كورة، ممكن يكون أهم من لعيبة الكورة في مكان أهم، وهذا ما حدث مع التدرج من عضوية المجلس إلى أمين الصندوق إلى تكليفه بأعمال نائب الرئيس، لكن يبقى كما هو بتواضعه باحترامه بجدعنته بحبه بعشقه للنادي الأهلي. دائما وأبدا السمة المميزة هي العشق للنادي الأهلي، هي الانتماء للنادي الأهلي، هي الحب للنادي الأهلي. وقد إيه بنتكلم لما بنكون كسبانين بطولة وبنفضل نصرخ زي المجانين مع بعض في التليفون على هدف سجلناه، على بطولة حققناها، على انتصار عملناه، وما أكثر وما أجمل هذه الانتصارات. باختصار أنا بقدم صديق وبقدم أخ وبقدم حد عزيز وغالي، مش عليا لكن على كل الأهلوية، على زملائه في مجلس الإدارة، على أعضاء الجمعية العمومية، على جماهير النادي الأهلي، على فرقة الكورة، على حاجات كتيرة جدا. خليني أقدم لكم صديقي وحبيب الأهلوية، سفير السعادة، وزير خارجية الأهلي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي، المهندس خالد عبد المحسن كامل مرتجي.
يا مساء الفل والسعاده والجمال، منورنا ومشرفنا. انا يعني عم سبيتش لسه مش قادر اتكلم حبيبي يا خالد. يعني بصراحه يعني ربنا يخليك كابتن احمد. اولا دي عشره عمر، اولا يعني بصبق بمسي على كل مشاهدينك الكرام. انا حاسس ان انا هنا جاي في بيتي ما بين اهلي، سواء اللي بيتفرجوا علينا، لان اللي بيتفرجوا علينا ده جمهور النادي الاهلي وعاشقي النادي الاهلي، وانا هنا في حراسه النادي الاهلي. نعم. فالحقيقه حاسس ان انا في بيتي وجاي في منتهى الاريحيه، وربنا يجعلني ضيف خفيف عليهم. واشكرك على المقدمه الحلوه، واشكر صديقي فيصل زيدان، وربنا يجعلني عند حسن ظنكم بصراحه. دايما 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 يا رب. باشمهندس خالد، خليني ارجع شويه ورا، لانه اللي جاي كتير هنتكلم فيه، لكن انا ما اتكلمت على خالد مرتجي زميلي بتاع فرقه 17 سنه، وانت قبلي بسنتين كمان في النادي وبتتمرن، والدك رئيس النادي وما بتلعبش مباريات ومسجل في الفريق، لكنه تحكي لي مشاعرك في الفتره دي. ما رحتش للوالد تقول له انا عايز العب زي اي حد، عايز العب، ده انا ابويا رئيس النادي يا اولاد اللذينة وفرقه 17 وبنكسب كل المباريات. كان عندك طموحات من بدري في حاجه غير انك تبقى لاعب كره؟ احكي لي شويه، مهم قوي. بص يا كابتن احمد، انا يعني اتولدت لقيت الوالد كان رئيس النادي الاهلي. نعم. وغرس فيا حب النادي الاهلي. نعم. فانا مش عايز اقول ان انا ما لعبتش كوره، بس انا لعبت، ما فيش حاجه ما لعبتهاش في النادي الاهلي. هاندبول كمان؟ لا لا، انا كنت بقى بالساعه 5 الصبح بنزل على كابتن رويتر، ربنا يديله الصحه والعافيه. كنت بنزل على السباحه، اخلص سباحه اطلع البينج بونج، اطلع البينج بونج اروح على الكوره. أيوه. فالحقيقه كنت يعني كنت غاوي ان العب كل الالعاب، لكن ما فلحتش في ولا لعبه. والدك رئيس النادي وابويا كان رئيس النادي. نعم. فلا ده هو كان بيتريق عليا، انا فاكر سنه من السنين كنت فاكر ايام الدوره الصيفيه. ايوه. فكان فتحي يصير ربنا يديله الصحه والعافيه. نعم. حتى لسه كان بيكلمني النهارده، فكان فاكر كان قبل ماتش كان اهلي وزمالك، فكنا نعم. بنلعب فريق احمر ضد الفريق الاصفر، وانا كنت احتياطي، والكابتن فتحي قال لك لعيبه، وابويا كان بيتفرج. ايوه. فبعد انا لعبت مثلا بتاع 10 دقايق وخرجني بعد كده. فابويا بيقول لي انا عمري ما شفت واحد بيجري على كعابه. كان بيتريق عليا. ايوه. الله يرحمه يعني. بص يا كابتن، الواحد النادي الاهلي بالنسبه له ما كانش حاجه عاديه. النادي الاهلي انا كنت بروح من الصبح بقفل النادي الاهلي واروح بالليل. نعم. فكان بالنسبه لي بيتي يعني، ما كنتش وبعدين ما كنتش واخد الرياضه كوسيله، هي كانت يعني كنت غاوي. نعم. لكن ما كنتش بفكر ان انا في يوم من الايام ممكن ابقى يعني فاهم لعيب، لان كمان على ايام انا يعني ما كانش فيه زي دلوقتي. أي. الاحتراف النهارده بقت الرياضه ما بقتش بمجرد لعبه، بقت. نعم. صناعه وبقت حاجات كتيره، لكن انا على ايامي ما كانتش فيها هذا وبعدين كان والدي رحمه الله عليه يقول لي اهتم بالدراسه، انت عارف بقى زمان لازم الدراسة ولازم طبعًا. تنجح ولازم طبعًا. تخش هندسة ولازم فما كانش عندي يعني أي نعم طبعا كنت بحب ألعب أي حاجة. نعم. وكنا مع أصحابي حتى كنا بنلعب كورة على طول في النادي، فريق الشمس بعد كده. فالحقيقة الواحد اتربى جوه النادي وحب النادي وبيحب النادي والحمد لله، إن يعني أنا بقول إن ربنا سبحانه وتعالى كرمني إن أنا يعني النهاردة تدرجت وبقيت واحد من المسؤولين في النادي، وده شرف كبير قوي، لأن طبعًا. انا دايما زي ما بنقول، والكابتن خطيب وكابتن حسن اتعلمنا منه، والفريق مرتجي والكابتن صالح وكابتن عبد الصالح الوحش وكمال بيحافظ، يعني يقول لك النادي الاهلي ده فضله علينا كلنا طبعًا. بعد ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش حد ليه فضل على النادي الاهلي، وبالتالي انا بكون كل يعني كل الفضل وكل الدعم وكل النعمه اللي الواحد ربنا سبحانه وتعالى كرمه بيها يرجع لله سبحانه وتعالى ثم للنادي الاهلي. فلازم الواحد النادي الاهلي بالنسبه له مش كيان ومؤسسه، لا، النادي الاهلي ده جوه دمك جوة. يعني فبتبقى عايز تعمل اي حاجه عشان ترفع اسم النادي، او تبقى انت ليك بصمه في انك انت النادي الاهلي ده بتشوفه فوق. والحقيقه الواحد لما بيسافر وبيشوف المحافل العالميه والدوليه بتبقى فخور. صحيح. وبتحس ان فعلا يعني لما الواحد بيقول طبعا الحمد لله على نعمه الاهلي، فعلا الحمد لله على نعمه الاهلي. صحيح. الواحد اللي بيشوفه بره والناس ازاي بتقابله، انا عايز اقول لك كابتن احمد
انا الناس قابلتني من على الطياره، كان في بروتوكول دي الرحله الاخيره، الرحله الاخيره اقسم بالله، وانا حتى الست المضيفه بتقول لي someone is waiting for you، حد مستنيك. نعم. البروتوكول بتاع اللي بيقابل الرؤساء. نعم. في 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 في, في ميامي لما بينزلوا ميامي. فالحقيقه يعني ده مش عشان خالد مرتجي ولا اسم خالد مرتجي، ده عشان خاطر النادي الاهلي. نعم. فالنادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا، وربنا يا رب يعني يجعل دايما النادي الاهلي كبير، وربنا يجعل دايما النادي الاهلي مصدر السعاده للشعب المصري عامه والاهلاويه خاصه. طيب انا هتكلم معاك كتير جدا في موضوع القرعه والاستقبال وما حدث ومفاجات القرعه، لكن برضو انا عايز الناس تعرف على الجانب الاسري عند خالد مرتجي، لانه ده مهم، قد يكون حضرتك قلتها قبل كده من زمن بس مهم شويه الناس تقترب شويه من خالد مرتجي. بص يعني انا طبعا زوجتي يعني ست فاضله، والحقيقه يعني ليها فضل كبير عليا في اللي انا فيه حاليا، والسبورت بتاعها واللي هي بتضحي كتير قوي ان انا على طول مش موجود، على طول قاعد في التليفونات. نعم. ما عنديش وقت حتى اعمل اجازه مع الولاد. فالحقيقه هي ست مضحيه، لكن عارفه قد ايه انا بحب النادي الاهلي، وبتقول لي انا بعمل بسيبك بتعمل لي الحاجه اللي انت بتحبها. كويس. عندي ابني الكبير تيمور عايش في سويسرا بقاله النهارده من هو عنده 17 سنه ما شاء الله، والحمد لله يعني ماسك منصب كويس في احد الشركات بتاعه اللي بتدير الفانز بتاعه العائله، اسمها فاميلي اوفيسز يعني. نعم. في سويسرا، وده عايش من هو عنده 17 سنه ما شاء الله بره مصر يعني. وعندي صغير اللي كان لعيب كوره كويس قوي في النادي الاهلي، لكن للاسف في ايام الثوره وكده ما الدنيا ما كانتش الطف حاجه، فسافر امريكا وهو عايش برضو في لندن حاليا. عمرو ابني الصغير، وده بقى اهلاوي برضو جامد جدا ولاعيب كوره جامد جدا، وكان بيلعب في فريق يعني هو دفعه تريزيجيه ورامي ربيعه واحمد حسن كوكا. نعم. واهلاوي جامد جدا وبيموت في الكوره يعني، ما شاء الله. بس بيشجع ارسنال جدا لانه عايش في لندن، فبيشجع ارسنال عشان يتعادلوا جدا. ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويخليهم. بس ارجع لخالد مرتجي بقى، بدات رياضي ولعبت سباحه ولعبت هاند بول ولعبت كوره و و و، لكن هل كنت تتخيل في يوم من الايام انك يعني هتكمل مسيره الوالد في المجال الاداري؟ والله بص انا يعني عمري ما كان يعني عارف، برضو ارجع اقول ايه، الواحد اتربى جوه النادي الاهلي في بيته. نعم. ما كانش فيه تفكير يعني. هو اكتر اول واحد الحقيقه حطني على السكه دي الحقيقه يعني كان الكابتن حسن حمدي. يعني في احد الدورات العربيه، اول بطوله عربيه عملناها. نعم. وكان حتى كابتن خطيب ما كانش في مجلس اداره، كان فتره كان كابتن حسن رئيس النادي، كان كابتن حسن نائب رئيس النادي، كان ايام كابتن صالح. نعم. دي كانت على ما اظن كانت 95 او 96 كنت بلعب انا. بالظبط. نعم. كنت بتلعب. وكابتن حسن قال لي انا شايف فيك كادر اداري كويس، فانا عايزك تشتغل معانا في البطوله العربيه. كويس. هتشتغل مع الكابتن خطيب، كان كابتن خطيب ساعتها هو ماسك رئيس لجنه العلاقات العامه. وكان معاه كان واخدني انا مقرر، وزميلي وحبيبي وحبيبنا كلنا المهندس عبد المنعم الصاوي طبعا كان مقرر تاني، وكان معانا زكريا ناصف، وكان معانا كم واحد كده كاعضاء، وكان وكل فلي ان انا اكون مرافق ليه. كانت دوره اسمها دوره الدكتور عبد الفتاح ناظر. نعم. كان وزير البترول، كان وزير الاعلام. أخوه بقى كان هشام ناظر. نعم. كان وزير البترول. صح. وكان رئيس نادي اتحاد جده. بالظبط كده. نعم. نعم. واختاروني ان انا اكون. نعم. المرافق بتاعه. يعني دي كانت بدايتي الاداريه مع النادي الاهلي. ايوه. وبالتالي بعد كده الكابتن خطيب الدوره البطوله اللي بعدها كابتن حسن اختارني بقيت رئيس اللجنه، كابتن خطيب ما كانش افيلبل في الوقت ده. وبديت بقى اتدرج شويه شويه، عملت ماتش ريال مدريد شويه. أيوة. شويه. بديت لغايه 2004 كانت بقى البدايه بتاعتي كعضو مجلس اداره في قائمه كابتن حسن حمدي. طبعا رحت. نعم. الكابتن حسن، رحت لابويا الاول فقلت له يعني انا عايز ابقى حاسس ان انا نفسي ابقى عضو مجلس اداره. حلو. ان انا اكون موجود اداري يعني. فقال لي يا ابني كبير العيله النهارده هو حسن حمدي. ياه. قال لي كبير العيله الاهلاويه. قال لي ده تروح الفريق مرتجي رئيس النادي الاهلي. قال لي كده بالظبط. قال لي تروح بالظبط يعني مع حفظ الالقاب. نعم. قال لي تروح لحسن تستاذنه، لو هياخدك معاه يا ابني في القايمه انزل، لو مش هياخدك معاه ما تنزلش. يا سلام. والله. ورحت واستأذنته، قلت له كابتن حسن كذا 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 كذا، قال لي بص احنا عندنا لجنه حكمه وكده، وخليني انا هقول لك.
كويس. والاخر لحظه اه دايما كابتن يوم الجمعه كده. والتقديم اخر يوم اخر يوم كلمني في التليفون قال لي جهز ورق. يعني كان مجهز، كنت مجهز ورق، قال لي تعالى النادي، تعالى قدم، انت معاد مع موجود معانا. والحمد لله ربنا كرمني ساعتها وخدت حتى اعلى اصوات طبعا، ما كانش حد يعرفني قوي، لكن انا بقول ان بدايتي كانت الفريق مرتج. يعني هو له فضل عليا كبير جدا، علينا كلنا. انا دايما بقول في ثلاثه ليهم فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى: ابويا وحسن مصطفى، الدكتور حسن مصطفى، وكابتن حسن حمدي. يا سلام، دول الثلاثه اللي هم فعلا حطوني على التراك، ويتبعهم المهندس مصطفى فهم والله، لان هو اللي كان من ضمن الناس اللي زقتني في اتحاد الدولي. نعم. طيب بعد كده الدنيا بعد كده بقى اختلفت شويه، يعني خرج خرجته بسبب خرجنا بسبب الثمان سنين، ورجعنا تاني 2017 دوره، وبعدين بدات بقى رحله من التوهج مع كابتن محمود الخطيب. بص انا من زمان، من اي من من 2000 و لما كنا بره المجلس 2014 ل 2017 نعم، كنت دايما طبعا يعني كابتن خطيب ده مش رئيسي يعني. نعم. كابتن خطيب ده اخويا الكبير، صحيح، وراجل يعني امي كانت امه وابويا كان ابوه يعني طبعًا. كان حتى يقول لامي يا ماما. والده المهندس خالد مرتجي دي كانت امنا كلنا، عشان حضراتكم تبقوا عارفين. فبالنسبه لي كابتن خطيب يعني كنت دايما اقول له: كابتن احنا عايزين بقى انت تبقى رئيس النادي وانا معاك ونتكلم دايما. نعم. كنا كان هو ده والحقيقه اول ما بدا يبقى 2017 قال لي انت معايا، فكان ليا طموح ان انا ابقى في حته ثانيه. قال لي لا انا عايزك في الحته دي. قلت له 100 100، شكرا، انت تؤمر. نعم. كذا 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 كذا. وربنا كرم و2000 وبعد كده يعني الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا، وبرده خدنا اصوات يعني الحمد لله ربنا كرمني وخدنا اعلى الاصوات في الوقت ده. وتدرجت بقى بعد كده عضو وبعدين امين صندوق. وربنا يعني طبعا موضوع ان انا قائم بالاعمال يعني طبعا بص هي اكيد شرف كبير لاي حد اللي يكون موجود نائب، لكن انا الحقيقه الموضوع يعني العمري فاروق رحمه الله عليه الوزير الاسبق، هذا الرجل يعني انا السنتين الاخيره اللي انا اشتغلت معاه كان كامين صندوق وهو كان نائب، يعني بص انا اعرفه من زمان العمل. صحيح. عمرنا ما حسينا او النسيج دخل في بعضه قد السنتين دول. كان ظهرنا في ظهر بعض. العمري الحقيقه كان مديني وضع جدا، وكان اي حاجه يقول لهم خالد موافق يبقى انا موافق. يعني حسيت ان العمري ده الحقيقه يعني من الناس عمري ما سمعت منه كلمه اقسم بالله، ما فيش يعني. انا كان اقصى حاجه عنده يا ابن اللذينه، يعني اقصى يا ابن اللذينه يا ابن اللذينه. فكان حتى كان دايما مثلا انا الواحد ساعات بيبقى يعني ممكن يغلط غلطه يقول لي يا ابن اللذينه بلاش مش عارف ايه. يعني الحقيقه وكان والله هذا الرجل مش يعني هو في دار الحق، انا بقول شهادة حق، هذا الرجل اللي عمله معايا في انتخابات 2021 والله ما يعملها مع حد. الراجل ناجح بالتزكيه، الراجل كان بيشيل المطبوعات بتاعتي، لان الانتخابات بتاعه 2021 هي كانت انتخاب ما بين اثنين، ما بين انا وكانت مي، يعني هو ده، لكن الباقي كله كان ناجح. لكن هذا الرجل يعني اخلاصه ويعني واللي عمله معايا، بص لو قعدت من هنا لغايه اما الواحد يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ياذن فيه عمري ما هنسى هذا الرجل. فالرجل ده طبعا رحمه الله عليه، كنت اتمنى ان هو يكون موجود معانا، لكن لازم اقول فيها شهاده حق ان هذا الرجل احنا خسرناه. النادي الاهلي خسر هذا الرجل ومفيش حد يعرف يعوضه، وربنا يرحمه، لان متاكد ان هو في مكان احسن. بالتاكيد العمري فاروق الحقيقه سايب ذكرى جميله وحلوه ورائعه مع كل الناس الاهلاويه وغير الاهلاويه، لانه زي ما قال المهندس خالد مرتجي كده ان سياده الوزير الراحل لعمرو فاروق لم يخطئ في يوم من الايام في حق احد. قد نختلف، كنا بنختلف معاه احيانا في التوجهات، لكن لم يختلف احد لا على كفاءته ولا على خلقه. طيب خلينا اسالك، يعني مع تكليفك بمهام نائب الرئيس، هل كده الاعباء زادت؟ انت بقالك فتره بترأس المكتب التنفيذي، كابتن الخطيب مدي صلاحيه، مدي حريه طبعا في العمل داخل مجلس اداره، وهل هناك صلاحيات جديده لخالد مرتجي؟ بص هو يعني الحقيقه من اول ما الوزير العام رحمه الله عليه تعب، نعم، كابتن الخطيب قال لي يعني انت تبتدي بقى تاخد اللجان اللي هو كان ماسكها. نعم. عمري كان ماسك لجان كتير، لجنه، نعم، مباريات، في نشاط رياضي، لجنه شؤون العاملين، مكتب تنفيذي. فانا الحقيقه من ساعه ما هو يعني تعب رحمه الله عليه
وانا بديت امسك هذا الموضوع بصفه وديه طبعا. نعم. وبالتالي اوريدي الحاجات دي انا بعملها من فتره كبيره. لكن الكابتن خطيب شايف ان بقى بعد الانتخابات، احنا كنا دايما الكابتن خطيب يقول لك بعد ما نعمل جمعيه عموميه ويحصل هيحصل انتخاب على المقعد او ما يحصلش يبقى موجود، ساعتها في الحاله دي تبقى حاجه اوفيشال يعني حاجه رسميه. كان قدامكم اكتر من توجه في هذا الامر، يعني البعض قالوا انه حضرتك هتترشح على منصب النائب، مظبوط، وبعدين حد يترشح على منصب نائب امين الصندوق، وبعدين حد يترشح على منصب العضويه، هيحصل دربكه، مظبوط، كبيره داخل المجلس. وحد تاني قال لا، ممكن يجي حد قيمه وقامه زي المستشار محمود فهمي، بالزبط، اللي وافق الحقيقه الراجل مشكورا على انه يعني يترشح لهذا المنصب. ازاي قدرتوا تغلبوا فكرة انه لا خلي القصة كده، وهي تكريما لذكرى العمري فاروق عليه رحمة طبعا. الله، وايضا لضمان استقرار النادي. بص، هو كابتن خطيب كان يعني جمعنا كلنا، نعم، الاول كل واحد لوحده عشان يستشف رأي كل واحد، وبعدين جمعنا في قعدة وقال يا جماعة ايه رأيكم في البتاع. فالحقيقة انا كان من اول يوم يمكن كابتن خطيب قال لي، قلت له بص يا كابتن، انا يشرفني ان انا اكون نائب رئيس، نعم، وده حاجه يعني شرف طبعا، شرف كبير النادي الاهلي ان انا اكون معاك. نعم. الراجل التاني بتاعك ده بالنسبه لي شرف كبير، ابقى التاني بتاع ايقونه الكره الافريقيه وايقونه الاداره النهارده محمود الخطيب النهارده طبعًا. مع حفظ الالقاب ده تدرج من مدرسه لعيب، من لعيب لرئيس نادي. نعم. فبالتالي هو خبرته الاداريه في كل حاجه الحقيقه، يعني لو قلنا ان كابتن حسن حمدي هو مرجع ومرجعيه، نعم، كابتن خطيب هو يعتبر نمره اثنين بعد كابتن حسن، نعم، حمدي في هذا الموضوع. نعم. فبالتالي اما كلمني قلت له بص يا كابتن، انت دايما احنا اتعلمنا الاهلي فوق الجميع، الاهلي، نعم، فوق مصلحتي. انا شايف من وجهه نظري، انا قلتها له باللفظ، كنا حتى في التراس فوق، كان، نعم، في الشتاء كده وكان في الشمس، قلت له يا كابتن انا رايي احنا مش عايزين نعمل خلخله في المجلس. النهارده لو انا استقلت، طب انا هسيب امانه الصندوق، نعم، وهطلع على النائب، طيب هل هيبقى في حد ممكن يتدرج من النائب من العضويه للنائب؟ نعم. وممكن حد يتدرج وهتجيب واحد من ممكن حد تحت السن يطلع فوق، هتعمل على اربع مناصب، صح، في 10 اشهر تصرف لك 7 8 مليون جنيه على الفاضي. أيوه. فبالتالي يا كابتن انا شايف ان نفضل ان احنا نفضل زي ما احنا كده، ونعمل زي يعني توعيه، ايوه، الناس اولا اكراما للراجل اللي انتخب 4 سنين، نعم، من الجمعيه العموميه، فبالتالي انت بتدي التكريم لهذا الرجل ان ما حدش ياخد مكانه، وفي نفس الوقت انت بتحافظ على استقرار النادي، نعم، ما تعملش انتخابات على 4 مناصب وفاضل 10 اشهر على الانتخابات الكبيره، أيه، تصرف فلوس كتير والكلام ده كله. فهي واقتنع جدا بهذا الموضوع، وقال خلاص، طب دلوقتي لو حد نزل احنا عايزين النادي يبقى مستقر. وبالتالي هو فكر طبعا في المستشار محمود فهمي، وانا لازم يعني اتكلم على هذا المستشار الجليل، ياريت، اللي هو عمره بقى له 52 سنه ولا حاجه و50 سنه بيخدم النادي الاهلي ببلاش لغايه النهارده على فكره. نعم. يعني في اللجنه القانونيه هو كل حاجه بترجع للكابتن خطيب. نعم. لغايه النهارده بياخد اراءه في حاجات كتير. نعم. هذا الرجل الحقيقه يعني خلي بالك ان هو في يوم من الايام كان رئيس اللجنه لما كابتن صالح مات رحمه الله عليه، والكابتن حسن كان عايز يخش يبقى رئيس النادي، فقال لا انا هستقيل عشان ابقى فير للناس كلها، وهو راس اللجنه. نعم. كان معاه ساعتها 2 اعضاء مش، نعم، فاكر اساميهم، لكن هو كان رئيس اللجنه يعتبر بمثابه رئيس النادي، نعم، اللي هو بيدير الانتخابات. نعم. فبالتالي هذا الرجل يستحق مننا كل تقدير طبعًا واحترام طبعًا. يعني هذا الرجل الحقيقه يعني انا ما بشوفه ببوس ايده، لان طبعًا هذا الرجل يستحق مننا يعني كل تقدير واحترام. وانا يمكن يعني بنتهز من هذا المنبر ان انا اشكر هذا الرجل على مواقفه، مش موقفه، مواقفه طول، نعم، عمره مع النادي ده. حضرتك كلفت بمنصب او بمهام نائب الرئيس، لكن تظل امينا للصندوق طبعا، يعني مفيش اصل امين صندوق ده ده, ده 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 انا منتخب امين صندوق، نعم، ما ينفعش حد يصعد امين صندوق، لا، فالدنيا ماشيه بالشكل ده. طيب خليني اخد منك نقطه بس في المجال ده، وبعد كده اتحرك لمجالات تانية. امين الصندوق اللي قاعد قدام المهندس خالد مرتجي، وانا فاكر في لقاء معايا قلت هتشوفوا امين صندوق بشكل تاني، القصه متغيره دلوقتي. هل فعلا شفنا امين صندوق بشكل تاني؟ وهل الميزانيه الناس اتخضت وعينيها برقت وفتحت بقها لما سمعتها خلال الجمعيه العموميه اللي كانت من كام يوم، هي كانت نتاج لجهد مجلس الاداره
بالكامل والنادي بكل عماله وموظفيه ومديريه وعلى رأسهم مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب. بص يا كابتن أحمد، نعم، أمين الصندوق ليس منصب تنفيذي. أمين الصندوق معاه دولاب محترم، نعم، بقيادة الأستاذ عماد حلمي والطقم اللي معاه اللي أنا بعتبرهم هم دول الأساس في هذا الموضوع. وأمين الصندوق بيطبق سياسة مجلس الإدارة النقدية، نعم، الاقتصادية، أيوه، لكن هو ما بيشتغلش بإيده، نعم، وبالتالي الناس كانت يعني فاهمة إن لازم أمين الصندوق ده يبقى راجل محاسب بنكير، مع نعم، كل احترامي أنا راجل مهندس وبرضه بفهم في نعم، الحسابات، وبالتالي هو أنا فرد في منظومة بقيادة نعم، كابتن محمود الخطيب في مجلس إدارة بنفذ سياسة مجلس الإدارة النقدية، لكن اللي بيعمل الشغل كله هو الأستاذ عماد حلمي والناس اللي معاه، وأنا لازم أوجه لهم التحية. كان زمان قبل الأستاذ عماد حلمي كان الأستاذ عباس. لا طبعا في أستاذ عباس وعم حلمي الله يرحمه اللي هو كان أبو الأستاذ عماد، نعم، حلمي. فبالتالي هو مش أنا اللي بشتغل، نعم، أنا بطبق وبشوف، وفي الآخر هي سياسة المجلس بقيادة الكابتن. وأقول لك حاجة، نعم، الكابتن ما بيسيبش مليم إلا ما هو بيشوفه. صحيح، بجد، نعم، يعني أسألني أنا بقى، نعم، يعني أنا بش يعني بيدقق في كل حاجة، نعم، لأن في الآخر هو أنت خلي بالك إحنا عندنا مشكلة في الصرف. يعني أوكي إحنا ميزانيتنا 7 مليار 144 مليون، لكن أنت حجم إنفاقك كبير جدا، أنت عندك 18 مشروع هيكلفوك 800 مليون جنيه، أنت لسه لازم تاخد أكتر. فبالتالي أنت النهاردة عندك حجم انفاق غير طبيعي، عندك حجم انفاق على النشاط الرياضي. انت عارف احنا بنصرف في النشاط الرياضي كام يا كابتن احمد؟ نعم، السنه اللي فاتت انا صارف 400 وشويه مليون، السنه دي الموازنه بتاعتنا 620 مليون. بيجي لك كم منها بقى؟ 10 مليون بس، 12 مليون آه، اللي هي ايرادات الاكاديميات، الحاجات اللي هي كوميرشال بس. لكن لما تيجي نفكر بقى النشاط الرياضي بعيدا عن كره القدم بقى، لا لا، نعم، كره القدم حاجه ثانيه، نعم، لا نتكلم فيها بعدين. نعم، فانت النهارده ما هو النادي الاهلي طالما واحد لابس تيشيرت احمر لازم يبقى نمره واحد طبعا، وبالتالي انت طبعا بتفكر في حاجتين، بتفكر في منتخب مصر وبتفكر النادي الاهلي لازم يبقى نمره واحد. أيوه، فبتجيب احسن لعيبه، بتدفع احسن عقود، بتجيب احسن مدربين، وكل ده بيجي على حساب حسابك انت. نعم، لانك انت ما بتجيش، ما فيش دخل. حتى احنا يمكن الفتره اللي فاتت حسينا كابتن خطيب قال لك ايه، احنا بقالنا كتير قوي ما بنتدخلش في الاتحادات، لان لقينا ان ميزانيات الاتحادات قايمه على النادي الاهلي. أيه، انت متخيل الـ انا مثلا اتحاد الكوره، اتحاد الهاندبول لا الباسكت الفولي مثلا ولا الفولي، واخد مني 8 مليون جنيه في السنه ما بين رسوم مش عارف لعيبه. أيه، ياخد مني نص مليون جنيه عشان بجيب مدرب اجنبي. الله، ده انت بدل ما تساعدني وتدعمني، لان في الاخر انا اللي بجيب لك اللعيب ده تلعب يلعبك في منتخب القومي، تاخد مني يعني فلوس مش صح. فبالتالي الكابتن خطيب قال يا جماعه احنا لازم يبقى لينا دور. نعم، اي نعم احنا متاخرين، وبالتالي الكابتن خطيب بدا هذا الموضوع، وبدينا نجتمع مع المرشحين، مع المرشحين والقوائم، عشان نشوف ونتكلم نفهم منهم رؤيتهم عامله ازاي، وايه الموارد اللي هم بيفكروا يعملوها. لان انت النهارده كاتحاد لازم تفكر في مواردك، مش مواردك يبقى من جيب الانديه اللي هي اصلا بتدي لك المنتخب وايه اللي بتصرف على كل صحيح. حاجه. فبالتالي كان لينا دور السنه دي في الـ في الـ في الـ في الاتحادات، لكن الاربع سنين الجايين هيبقى لينا دور اكتر. وعلى فكره الدور ده مش عشان مصلحه النادي الاهلي، والكابتن كان يعني حتى يمكن الكابتن كان تعبان ساعتها وبيطلع معانا في الزوم وبيتكلم، يا جماعه احنا عايزين لوائح منضبطه. ده صحيح، لوائح مش مطاطه، مش واحد يكلمني يقول لي كذا يتغير، لا، وعايزين نعرف الحقوق بتاعتنا. انا النهارده اقل حق وهو البث مثلا في اتحاد اليد، ما عنديش حق البث. تخيل انا بلعب ملعبي وبلعب جوه الكوره الصاله المغطاه بتاعتي وماليش حق البث، ماليش حق فلوس ان اخدها من البث. فبالتالي في حاجات، في لغط كبير جدا، وفي حاجات محتاجه تنضبط ولوائح محتاجه تنضبط، علشان فعلا نفكر هل هناك ازاي امل في يوم من الايام انه باقي اللعبات الرياضيه بعيد عن كره القدم ما اقولكش تغطي، لان انت بتتكلم في 600 مليون والايراد 10 مليون، يعني فتات الفتات. هل هناك امل في يوم من الايام انه ممكن المصاريف تقرب شويه، ولا ده شايفه بعيد؟ والله اتمنى يعني لو 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 الناس عرفت، يعني لو الاتحادات عرفت تبي، يعني ما في الاخر انت بتعظم المنتج بتاعك عشان تقدر تجيب سبونسر. لو المنتج بتاعك يعني عظمته، والاتحادات
بدت تفكر ازاي تقدر تجيب رعاه، اكيد هيبقى على الاقل ما تبقاش خسران الخساره الفادحه دي. نعم. لان في الاخر ده مبالغ كبيره، بقول لك 600 وشويه مليون جنيه السنه دي. العوضي بيصرخ لي كل شويه عايزين كذا 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 كذا. لا الموضوع محتاج شغل، محتاج الاتحادات تفكر في تنميه مواردها، محتاج الانديه يبقى ليها حقوق تعرف تبيعها. ده صحيح، ده صحيح. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين. عارف كل الاسئله اللي بتدور في دماغكم وكل الحاجات اللي انتوا عايزين تقولوها للمهندس خالد مرتجي هقولها له كلها بس في خلال الحلقه. زيزو اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. خليني الحقيقه بس اوضح انه يوسف ايمن ومحمد عبد الله مسافرين ان شاء الله مع بعثه النادي الاهلي. المستر كولر قرر اصطحاب كل اللاعبين الجاهزين يكونوا موجودين مع البعثه، وبالتالي هيكون هناك 28 لعيب جاهز للسفر. المصابين فقط هم اللي خارج قائمه مستر كولر. بتسجل بقى 26 لعيب، لكنه يوسف ايمن مسافر ومحمد عبد الله ان شاء الله مسافرين. عايز اسالك بقى، انت بتقول لي وانت نازل الطياره واستقبال كما استقبال الرؤساء ثم القاعة بجمالها وإنفنتينو بذكائه الخارق للعادة والأساطير الكروية، ثم نفاجأ بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بيفتتح القرعة بكلمة مطولة، ثم ابنة ترامب موجودة قاعدة جنب سعادتك وحفيد ترامب قاعد جنب سعادتك. لا احنا شفنا وكلمنا وقلنا، لكن انت عشت اكيد يوم من اجمل ايام حياتك ولحظة من أسعد اللحظات، لكن احكي لي اللي احنا ما شفناهوش، الكواليس اللي الناس تحب تعرفها من وزير خارجية النادي الأهلي سفير السعادة المهندس خالد مرتجي. أنت نسيت تقول أندريا ليما اللي هي الأهلي. لا ده أنا امبارح قعدت أتغزل فيها يا عم من كل الناس دي. حد لذيذ جدا، واحدة والله كتبت قالت لك فأنا قلت بقى أنا قعدت أتغزل، فقالت ده المقطع اللي مش هيخلي شوبير يبات في البيت النهارده، فرحت انا كتبت لها روحت انا روحت على راي عبد الحليم حافظ يعني. لا بص يا كابتن، طبعا الواحد كان، انا كنت مبهور الحقيقه. نعم. اولا انبهرت بالتروفي بالكاس. نعم. قبليها احنا احكي لك اللي حصل قبليها. ايوه احكي لي بقى. الله يخليك. اسمعوا وعوا وافخروا، يعني خليكم كده في حاله الفخر والزهق وانت بتسمع دلوقتي النادي الاهلي وهو وسط الكوكبة العالمية سواء أندية أو أساطير. بص يا كابتن، احنا وصلنا يوم أنا وصلت الثلاث بالليل. نعم. الحقيقة استقبلت استقبال الفاتحين زي ما بيقولوا. جميل. في الأوتيل نفسه. حلو. يعني طبعا من بداية الطيارة كان استقبلني راجل بتاع البروتوكول. ورحت لقيت عربية حاجة رهيبة مستنياني ووصلاني لغاية الأوتيل. نزلت بالاوتيل لقيت مين مستقبلني؟ ماتياس صديقي جدا. سكرتير عامل فيفا. أيوه. ودان اوتيلو اللي هو المساعد بتاعه. لقيت ارسن بنجر. نعم. لقيت جوركايف وهو ده حبيبي جدا برضه يوري. ولقيت نيبت نور الدين نيبت نجم المغربي الجميل وحسين خارجه. نعم. وكل الناس دي جت بقى قعدوا معايا واتكلموا واحنا مبسوطين ان الاهلي موجود وانت الاهلي في كل حته. حلو. ده تسع مرات كاس العالم. انتوا نادي يعني عارف بتحس بقيمه النادي الاهلي طبعا وانت في وسط الناس دي. والله بجد يعني عارفه انا بعتبر يعني بشبهها بايه؟ اما تلاقي شخصيه جامده جدا انت نفسك بتروح تقابلها، نفسك عارف تروح عايز تصور معاها. انت ما بتبقى بتمثل النادي الاهلي، الناس بتجيلك لغايه عندك. أيوه. انك انت بتتكلم عن النادي الاهلي واحنا والله يا كابتن بيكلموني عن انتر كونتيننتال، نتمنى ان انتوا تلعبوا ريال مدريد عشان عايزين نتفرج على 92 ألف في استاد لوسيل. نعم. يعني بتحس بايه؟ وجود الاهلي ده نجاح للبطوله. ما انا بقول لك خلي بالك، هو زي ما يعني من ايام بلاتر كان يقول لك. نعم. ايه؟ يقول لك نجاح البطوله مش باللعب الحلو، نجاح البطوله بعدد الناس اللي بتتفرج عليك. صح. فبالتالي النادي الاهلي وجوده في اي حته بيفرق، بدليل. نعم. انك انت النهارده اما تعرف ان الاهلي هيلعب انتر ميامي في الافتتاح كان المفروض يوم الاحد الساعه 12 الظهر. نعم. والله بعديها بص يا كابتن، اول ما قالوا الاهلي يمكن انا في حته ما حدش خد باله منها. نعم. لما جت ايه ان احنا الاهلي، انا قلت يس. ليه يس؟ لان لقيت اسمه ايه بعت لي
السكرتير العام الفيفا بعت لي يو ار جوينج تو بلاي ذا اوبننج جيم الماتش اول ما قالوا الاهلي اول ما قالوا الاهلي حلوه وانت قاعد وانا قاعد والله العظيم على الواتساب حلو فدي اف سي شفت الحلاوه حلاوه اجمل من كده حلاوه نعم عايزين نبات في البيت ده النهارده عم خالد بقى يلا بيه فبالتالي دي بالنسبه لي راح جاي لي بعد القرعه على طول بعد ما خلصنا لقيت جاي لي ماتيوس بيقول لي بص يا خالد احنا عندنا مشكله ان الاهلي طالما هيلعب انتر ميامي يبقى احنا بنتكلم على فول ستاديوم يبقى مش هينفع الماتش يبقى الساعه 12 الدور يوم الاحد لازم نعمله يوم السبت الساعه 8 بالليل فقال لي قال لي انا هبعت لك كوميونيكيشن وهرد عليك غيروا نظام انت النهارده غيروا نظام البطوله نعم. كانت هتفتح يوم 15 هتفتح يوم 14 الساعه 8 وانت اللي هيختصتنا بالخبر ده في المكالمه علشان نعم. النادي الاهلي هو اللي هيلعب الافتتاح اللي هيلعب الافتتاح فشوف يعني يا جماعه انا والله قلتها معاك انت نعم او مش فاكر قلتها مع مين يعني انا مش بتكلم ان الشعب المصري نعم. بجميع انتماءاته وبجميع طوائفه وبجميع فئاته أهلاوي بقى زملكاوي اسماعيلاوي مصراوي نعم. يفخر إن في كيان ومؤسسة اسمها النادي الأهلي طبعا سيبك على الانتماءات نعم. يفخر نعم. إن في الأهلي ده موجود في مصر فيعني وربنا يكرم الأهلي ودايما يبقى هو صاحب السعادة زي ما قلت طيب الأهلي وهو بيعلن إنه هيلعب مباراة الافتتاح واللجنة المنظمة هي بتعلن عن تغيير موعد مباراة الافتتاح لأن الأهلي موجود خلي بالك بتتكلم في أمريكا على بعد آلاف الأميال لكنهم بيراهنوا على التواجد الجماهيري المصري والتواجد الجماهيري طبعا لإنتر ميامي بتتكلم في ميسي سواريز بوسكيتس وألبا يعني أسماء كبيرة عظيمة هل بدأت تشعر بالخوف ساعتها إنه الأهلي الافتتاح انتر ميامي ليونيل ميسي الأسماء العظيمة اللي موجودة دي بص يا كابتن هو حتى كان قاعد جنبي اللي هو ماسك المدير الرياضي بتاع نادي الهلال السعودي سعودي وهو ده كان انا كنت اعرفه من ايام ما كان شغال في برشلونه ايام ما جبنا برشلونه 2007 ايام جون لابورتا نعم. وكده لما عملنا المئويه في مصر فبيقول لي انتوا في اسهل مجموعه ودي حاجه كويسه وبتاع قلت له لا مش اسهل مين اللي قال اسهل مجموعه انا بقول المجاميع كلها صعب طبعا انت النهارده على راي كابتن خطيب اما بكلم كان طبعا كابتن خطيب كان معايا على التليفون على طول افتقدته طبعا في الرحله على طول بص لا دي لازم تيجي دي عايزه كلام مش عايزه مش عايزه كلمتين كده نعم فالنهارده انت بالميراس دي برازيلي ناس جادين جدا بيلعبوا بجديه جدا وبرازيل يعني برازيل دي اساس كره القدم نعم وعندك بورتو يعني دي البرتغال وناس جادين جدا انتر ميامي انا متاكد انه هيعمل برضو صفقات خلي بالك سواء بيكم النهارده لو خدت بالك اول امبارح بيكم حاطط الستوري بتاعته على الانستغرام الاهلي انتر ميلان انتر ميامي مع الاهلي برضو يعني ما هو لو الاهلي ده ملوش قيمه ولو الاهلي ده ملوش شعبيه الناس ما تفكرش فاهم ازاي ما تفكرش تغير لك ميعاد طبعا فبالتالي النهارده انت بتبقى سعيد انك انت فعلا بتمثل حاجه دي انا عايز اقول للناس بس انه من البدايه معروف ان انتر ميامي هو هيلعب مباراه الافتتاح بالظبط ده من البدايه بالظبط والساعه 12 يوم الاحد مظبوط تمام ما كانوش متخيلين الاهلي انه الاهلي اول ما الاهلي راح مغير الجدول بتاعه فدي دي 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 بس تحسسك بقيمه النادي الاهلي طبعا احكي لك اللي حصل بقول لك احكي لي يوم القرعه كان انفانتينو عمل لنا فطار عمل يعني بزنس بريكفاست كويس وكان عامل لنا برزنتيشن مع ايه اللي هيحصل والبطوله دي عامله ازاي والايرادات بتاعتها هتبقى عامله ازاي والفلوس المفروض تبقى عامله ازاي والسوليدار كل الحاجات دي هو انفانتينو عملها ومن ضمن الحاجات اللي هو حكاها يعني قال لك احنا كفيفا جميع ايرادات هذه البطوله هتروح للأندية كل الإيرادات كل الإيرادات بعد استقطاع المصاريف كويس النهارده انت البطولة دي خلي بالك انت بتروح خمس أيام قبل البطولة على حساب الفيفا فكأس العالم للأندية العادي ده كان 35 يعني البعثة 35 لا البعثة دي 55 نعم ماشي فعندك بيس كامب هتقعد فيه كل ده على حساب الفيفا عندك طيران مش بقى طيران لاوروبا او طيران داخلي وكله نعم كل فقال لك انا هنستقطع هذه المصاريف بتاعتنا وهنقسم الفلوس جزئين جزء اللي هو البارتيسيبيشن فيه اللي هو
السوليداريتي اللي هو عشان انت اشتركت. نعم. بدايه البتاع بتاخد مبلغ. طبعا الناس بتقول لك 50 مليون والكلام ده مش موجود اصلا ولا صحيح. في الاحلام. نعم. وبعدين ده مبلغ لسه برضو ما تعرفش قد ايه. وبعدين مع البرفورمانس بقى، مع الاداء، مع النتائج بتزيد. نعم. الفلوس. نعم. وبالتالي هو لكن البوت كلها الفلوس اللي هتخش هتروح للانديه كلها وبالتساوي. نعم. يعني في ناس كانت تقول لي كان رضا اسمه ايه ده بتاع الترجي رياض بن نور. نعم. يقول لي خالد انا سامع انهم هيعملوا هيدوا اوروبا اكتر من افريقيا يعني. نعم. فانا رحت سالت الحقيقه، قال لك لا مفيش حاجه اسمها كده، وسالت جاني وسالت سماتيوس، قال لك ال 32 السوليداريتي على قدم المساواه كلها هتاخدها ثم زي ما انت قلت بقى طبقا للنتائج. بالظبط. نعم. وبعدين الحاجه الكويسه اللي قالها بقى انفانتينو، قال لك في اللي هو المنصه اللي اسمها ديزن اي ثينك او حاجه كده، ديزن دي قالت انها هتدي كل البرودكاست كل البث ببلاش بالمجان على جميع المنصات. كويس. فهو جاني انفانتينو قال لك ايه؟ قال لك احنا عايزين، هو شايف من وجهه نظره. أيوة. وانا شايف ان دي وجهه نظر سليمه جدا. ان بطوله كاس العالم للانديه افيد للستيك هولدرز بتوع كره القدم من بطوله كاس العالم الكبيره. ليه؟ لانك انت النهارده كاس العالم الكبيره هي منتخبات. نعم. بتاخد من مصر 25 لاعب 26 لاعب وبيشتغل، لكن انت النهارده لما بتلعب 32 نادي فالاكسبوجر بتاع اللعيبه اكتر، انت عندك كم لعيبه يعني مثلا ريال مدريد في كم لعيب محترف، مانشستر سيتي، فعندك اكسبوجر. فقال لك اما المنصات تبقى ببلاش انت عندك 8 مليار نعم بيحبوا بيعشقوا كره القدم هيتفرجوا على كاس العالم للانديه ببلاش. صح. عندك ظهور اكتر، اكسبوجر اكتر للعيبه، للمدربين، للحكام. فبالتالي الستيك هولدرز بتوع كره القدم هيبقى بالنسبه لهم ظهورهم اعلى بكتير قوي من كاس العالم العادي. نعم. وبالتالي هو كان دايما من في وسط الكلام كده يقول ايه، الناس او الانديه اللي هي ضد كاس العالم للانديه ما كانش بيقول اساميهم، يقول لك دول نتمنى، لان في ناس كتير برضه بيقول لك دي بارك يعني بصوتهم بيعلى على كاس العالم للانديه، فنتمنى انهم يشاركوا بعد 4 سنين. وبعدين كابتن شوبير، انا فاكر كان دايما مانويل جوزيه ربنا يديله الصحه والعافيه، كان دايما بينتقد، مش بينتقد يعني، شايف ان بطوله افريقيا لازم تتعمل كل 4 سنين مش كل سنتين، لان بيقول لك منتخبات. نعم. لان بيقول لك كل ما المسافه او السنين كبرت بتعلي من قيمه البطوله طبعا. نفسها. فانت النهارده ما تعمل كاس العالم للانديه كل 4 سنين انت بتعلي من قيمه المنتج بتاعك. صحيح. تبقى الناس مستنيه كاس العالم. نعم. زي ما انت بتستنى كاس العالم. نعم. فبالتالي الموضوع ده كله بيفيد الكره في العالم كله. وعلى هذا الاساس كان دايما بيتكلم في هذا الموضوع، ان ده افيد للانديه. نعم. افيد للعيبه، افيد لكل الناس الستيك هولدرز يعني بتوع كره القدم في العالم. وهو كان الحقيقه مبسوط جدا بهذا الموضوع. ولازم نقول حاجه، هو لولا ناصر الخليفي الاي سي اليوروبيان كلاب اسوسيشن اللي هو رابطه الانديه الاوروبيه ما ساعدتش انفانتينو. ساعده كويس. لو ما ساعدتوش ما كانش هينفع، لان اوروبا كانت ضد هذا الموضوع. مظبوط في البدايه. لكن الحقيقه يعني يشكر، هو حتى شكره يعني. صحيح. هو قالها هو ناصر الخليفي انسان برود مايند كده، وحاجه هذا الرجل ذكاء واخلاق متفتحه، وبعدين بقى بيحب مصر وبيحب طبعا. على طول بيسال على كابتن خطيب، كان يعني زعلان قوي ان كابتن خطيب ما حضرش. نعم. ودايما بيسال على صحته، وقال لي انا هو مش هيجي فرنسا يعني. الحقيقه كان دايما بيسال على كابتن محمود الخطيب، وهو من ايام ما كنا في الاي سي اي وعزمنا لما رحنا في اليونان، يعني الحقيقه مقابلته للكابتن خطيب يعني طبعا. مرضاش الكابتن خطيب، كانت اصلا برضو كان
تعبان شويه وكان مش عايز، فقال لازم اقابله، وقابله واداله ادالنا بتاع 45 دقيقه من وقته اللي كان يعني فيري تايت علشان يقابل كابتن محمود الخطيب يعني. طيب خليني برضو اسالك على المبالغ الماليه، لانه محدش عارف لغايه دلوقتي، ما تعرفش لا 20 ولا 50 ولا 10، لا خالص، كل دي ولا يعني اللي يقول لك ان السوليداريتي او البارتيسيبيشن فيه هتبقى 9 مليون دولار، اقول له لا مش هتوصل لكده، مش هتوصل، لكن قد ايه الله اعلم. اللي هي البدايه، لكن احنا كلنا قلنا 9 مليون، 9 مليون دولار هتبقى اقل. انا متخيل يعني الله اعلم قد ايه، لكن متخيل ان هم قالوا مش هتوصل لكده، والله اعلم، ما حدش عارف. كويس، لان هم لغايه دلوقتي بيلموا الايرادات وبيشوفوا المصروفات هتبقى عامله ازاي عشان في الاخر يقسموا زي ما قلت لك كده، يبقى في حاجتين، البارتيسيبيشن في او السوليداريتي اللي هي بدايه، لانك انت عايز تشتري لعيبه، عايز تجيب معاش، عايز تصرف. بمناسبه شراء اللعيبه بقى، لانه ده موضوع عامل جدل كبير جدا والناس مش قادره تفهمه. الاتحاد الدولي ادى اكسبشنز للانديه المشاركه او للاتحادات انها تفتح من 1 لحد 10 يونيو عشان تساعد الانديه انها تضم لعيبه. البعض اعتقد انها زي فكره الباسكت والفولي والهاندبول، انت عارف بياخدوا مثلا لبطوله ايه لبطوله ايه، بيخلصوا البطوله وبيمشوا. بدات اصوات تتعالى هنا داخل مصر، ما تجيب محمد صلاح يلعب معاك البطوله، لا هات كريستيانو يبقى مواجهه بين كريستيانو وميسي والعالم كله يتفرج، وانت عارف الاحلام والطموحات والامال يعني. انت بالتاكيد انا عارف انتم يعني في اشراف على الكوره، ولكن انت حضرتك مسؤول مهم دلوقتي، تديني بس البوليسي او السياسه اللي هيمشي عليها النادي الاهلي في هذا الامر. بص يا كابتن، لما يبقى عندك واحد زي محمود الخطيب مع حفظ الالقاب، نعم، هو المشرف على الكوره، نعم، وعندك لجنه تخطيط، نعم، وعندك سبورتنج دايركتور وهو منصب استحدث وراجل، والحقيقه منصب محترم واللي بيشغله راجل محترم طبعا محمد رمضان. محمد رمضان، وعندك مدير فني على اعلى مستوى، نعم، انا ماليش دور ان انا اقول، نعم، الناس دي شايفه احسن مني كويس. وفي الاخر اللي عايزه الجهاز الفني كابتن خطيب عمره ما بيتاخر كويس. الناس فاهمه، يقول لك اصل النادي الاهلي ما بيصرفش، ما بيصرفش من ايه؟ احنا ما فيش حاجه اتطلبت او وكابتن خطيب ما لبهاش من خلال مجلس اداره، كابتن خطيب بيجي يقول يا جماعه كذا كذا كذا، وهو مفوض مجلس اداره، هو اللي بياخد القرار. فبالتالي احنا عمرنا ما تاخرنا على حد، وفي ناس كتير قوي في لغط كتير قوي في الحته دي. الراجل ما بيطلبش حاجه وعمرنا ما بنوفيها له، بالعكس خالص. وبالتالي هم دول اللي يقولوا، هم اقدر مني، نعم، مع 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 قناعتي ان احنا عندنا احسن لعيبه في افريقيا كويس بجد يعني. انت عندك احسن لعيبه في افريقيا، عندك احسن لعيبه في افريقيا كويس، لكن في الاخر دي مش وظيفتي. ولا مع كل احترامي لكل الناس، مش وظيفه اي حد يقول الا للناس المعنيه بهذا الموضوع. كلمني دلوقتي وانت ظاهر على قناه النادي الاهلي وفي حراسه النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت في البدايه، الناس كلها عايزه تسمع، لانه برضو الكل بيتكلم على كاس عالم، وحضرتك بتتكلم على كاس عالم ومجلس الاداره والجهاز الفني وجماهير النادي الاهلي، وبالتالي فبتقول لك احنا متفقين ان عندك احسن لعيبه في مصر، ومتفقين ان عندك ابطال افريقيا، لكن ما في حد تساله لك لا احنا محتاجين دعم عشان كاس العالم. طب ما انا اقول لك حاجه، مع كل احترامي طبعا، نعم، دي مش شغلتي ولا شغله اي حد، دي شغله المسؤول. كويس. من هو المسؤول؟ لجنه كوره، كابتن محمود الخطيب، جهاز عندك رمضان، وكولر. هو كولر مش عايز يكسب اكيد، خلاص يبقى اذا هو ده المسؤول، وهو في الاخر هو اللي بيقيم، وهو اللي بيتحاسب بنتائجه، واكيد عايز يكسب، أكيد عايز يعدي الدور الاولاني. نعم. وبالتالي اللي هو هيطلبوه من خلال هذه اللجنه النادي الاهلي هيغطيه. انا ممكن اكون من وجهه نظري المشجع شايف كذا، لكن من وجهه نظر الفنيه، ما انت ساعات بتبقى بتقول ايه، ما تجيب فلان ولا تلعب فلان، لكن هو من وجهه نظره الفنيه شايف ان ده ما ينفعش. وبالتالي انا لازم ادي ثقتي للناس اللي بتدير الكوره في النادي. طيب باعتبارك قريب من كولر، وانت يعني انت اللي قدت مفاوضات التعاقد مع كولر في البدايه تماما، وانا عارف ان علاقتك باتنين اكتر من ممتازه بكولر ومانويل جوزيه، تتمتع بصداقه هائله مع معظم المدربين الاجانب الحقيقه يعني. هل اتكلم معاك يعني بعد القرعه، اتناقش معاك، اتكلم معاك، هل بدا يفكر في كاس العالم للانديه؟ طب تصدق وتامن بالله يا كابتن، انا عمري في حياتي ما اتكلمت مع مدرب سواء كولر او غير كولر في حاجه فنيه خالص يعني اطلاقا. اطلاقا يعني. كولر اصلا هو، بص، ميزه كولر ان هو رجل سويسري وعارف الشانل الصح. احنا كمجلس اداره
ما بنتكلمش معاه في كوره، ولا اقدر اجي اقول له مثلا فلان الفلاني او بتاع، مش دوري. نعم. وما ينفعش ان انا اقولها. ليه؟ لان واقول لك حاجه، وده سبب نجاح النادي الاهلي. انا لو كل واحد راح اتكلم في الكوره وراح اتكلم مع لعيب ولا راح اتكلم مع مدرب، الدنيا هتبوظ، هنبقى زينا زي غيرنا. لكن انا النهارده اما بتمشي في الرايت شانل، واحنا الحمد لله، وانت في الاخر بفضل الله سبحانه وتعالى انت في سنتين عامل 11 بطوله او 12 بطوله. نعم. طيب يبقى اذا يا جماعه النتائج هي اللي بتتكلم. لكن وبالتالي النادي الاهلي كل واحد عارف الشانل اللي بيمشي فيها، انت مسؤول عن كذا. لكن اقول لك حاجه، لكن كابتن خطيب ممكن يجي يقول لك ايه يا خالد، اعمل الموضوع ده في الكوره، ملف معين في الكوره. كويس. بتمشي زي ما هو بيقول لك، بيوجهك في حته معينه، خلصت الحته دي ساعتها لكن انا من نفسي كده اروح اقول يا جماعه اعملوا كذا؟ ما ينفعش. طيب هل ما تعلمناش كده يا كابتن؟ طيب هل بدا فتح ملف كاس العالم ولا كولر طبيعته غير كده خالص؟ لا انا انا ما شفتش. خلي بالك انا جيت كان كولر في جنوب افريقيا، في جنوب افريقيا. ورجع، انا ما شفتوش. انت مسافر له بكره مش بكرة كده؟ ان شاء الله كابتن خطيب طبعا رئيس البعثه، وانا منسق عام البعثه، لان من خلال ومعايا طاقم محترم جدا، سواء يعني الحقيقه كل الناس اللي شغاله معايا في هذا الموضوع ناس يعني الخبره بتاعت. النهارده احنا اقدم نادي او شارك في بطولات كاس العالم. صحيح. والانتر كونتيننتال اللي هي يعني نسخه مصغره من كاس العالم. نعم. للانديه اللي هو على بالنسخه القديمه مش بالنسخه. نعم. الجديده طبعا. وكل الناس اللي يعني سواء حنان الزيني، سواء سمير عدلي طبعا. لا سمير عدلي ده قصه عظيمة. ده حاجه تانية. كل الناس، ماهر، سمير عدلي، حنان، كل الناس النهارده، توخي. طب هو انا اللي لو في اسماء تانية حضرتك قولها عشان ما نظلمش حد، لكنه السؤال الناس تقول لك احنا عندنا الاول فتره القيد دي من 1 لـ10 هم سايبنا الاتحادات المحليه ممكن تفتح وممكن لا. بالظبط. السعوديه لازم فتحت. تاخد استثناء من الاتحاد المحلي. بس تعالى نتكلم برضو، سيبك بقى بلغه. نعم. هل النهارده هتقدر يعني انت النهارده في وسط البطوله هتقدر تجيب واحد يلعبه على طول كده؟ انا بتكلم بصوت عالي، انا ما اعرفش هم بيفكروا ازاي، لكن هل هيكون الدوري خلص؟ ايوه ماشي، ما اختلفناش. هيكون الدوري خلص. خلي بالك لان الجمهور مركز قوي معاك في كل كلمه بتقولها. انا ما اعرفش، ممكن ناخد الكلمه دي انه الاهلي لا ينوي. لا 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 خالص، لا لا خالص. لا. انا بتكلم عن اصل الناس يقول لك هات، لو حطت عينك على حد، هات كريستيانو. لو حط عينك على حد، حطت عينك على حد، لكن يقول لك هات كريستيانو رونالدو. نهايه الدوريات في اوروبا او في اسيا او اللعيبه اللي هتجيبهم ممكن تخلص معاه كله من شهر، من بدري، من بدري، ويخش معاك لان انت هتعمل فتره اعدادك. والله هو في الاخر هو كلام، هو 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 ده طبعا زي ما قلت، هي دي قرار لجنه الكوره، قرار كابتن مع الخواجه، مع رمضان، مع لجنه التخطيط، هم اللي يقولوا حاجه زي دي. طيب نقدر نقول ان التركيز الاكبر دلوقتي على ماتش الفائز من بوتافوجو وباتشوكا المكسيكي، شايف انه مسافرين كلكم بكره برابطه المعلم ان شاء الله، والمباراه هتكون يوم الاربع، يعني ومباراه صعبه طبعا. بس بوتافوجو بيتكلموا يا باشمهندس خالد ان هم هيلعبوا ريال مدريد. على فكره كل الناس شفتها في الناس جم اتكلموا معايا بتوع بوتافوجو وبتوع باتشوكا. باتشوكا انا اعرفه من فتره، ان طبعا لعبنا معاهم مره كده، كسبونا وخسرنا. فكل الناس يعني عامله حساب النادي الاهلي كويس، تحترم النادي الاهلي جدا. بس جداً. في احد اللاعبين النهارده او امبارح بيتكلم انه هم بيتكلموا على ريال مدريد على طول، هو لا حاطط في دماغه باتشوكا ولا حاطط في دماغه النادي الاهلي، يعني وهو من حقه، يعني هو لعيب هناك في النادي، كل واحد بتصريحاته حسب ما يقول حسب ما يشوف. لكن انت تابعت بوتافوجو، انا شفت مباراه نيرو من اول 90 دقيقه بيلعب 90 دقيقه فرق من اول 30 ثانيه بيلعب 10 ويكسب 3 امبارح في نهائي الدوري او في المباراه الاخيره في الدوري، ويكفي التعادل بيفوز 2-1. فريق نزل الدرجه الثانيه 2020 يصعد 22، يفوز بكوبا ليبرتادروس، يفوز بالدوري برازيل، هو دوري صعب المراس جدا جدا جدا. شايف ان المهمه ثقيله وصعبه امام سواء بوتافوجو او باتشوكا؟ طبعا ما اعرفش مين اللي هيكسب. مهمه ثقيله جدا ومهمه مش سهله، لكن دايما الواحد على ثقه في الرجاله بتاعتنا وجهازنا الفني، يعني اكيد عايزين نعملها. اصل خلي بالك انت عايز تستر طريق لنفسك كمان. يعني انت النهارده اللعيب اللي يوصل يلعب ريال مدريد ده اي حلم اي واحد يلعب ريال مدريد. فانت عايز تستر طريق لنفسك طبعًا. وفي نفس الوقت عايز تعمل حاجه لتسعد بلدك وتسعد جمهورك. ممكن اسالك سؤال وانت مكتفني شويه بس هساله لك، يعني
في كتير من اللي سابوا النادي الاهلي بيعشقوا النادي الاهلي ما زالوا، يعني بتتكلم على تريزيجيه، بتتكلم على حمدي فتحي، بتتكلم على عدد كبير جدا من اللعيبه، وبدات اسمائهم يعني بنسمعها انه ممكن يكونوا موجودين مع الاهلي في كاس العالم. وناس راحت لابعد من كده، قالت لك ليه الاهلي ما يشتريش مصطفى محمد مثلا يكون موجود في النادي الاهلي. وفي ناس اتكلمت على عوده ديانج، وناس اتكلمت على عبد القادر، وناس اتكلمت على محمد الشريف. هل انت مع الفكره انه ممكن تريزيجيه يجي على بطوله الكاس العالم باعتباره من ابناء النادي الاهلي، انه حمدي فتحي مثلا ممكن يجي، انك تشتري مهاجم جديد بحجم وقيمه مصطفى محمد؟ بص انا على ثقه وعلى يقين ان زي ما قلت لك كابتن محمود الخطيب مع الناس اللي موجوده هيعملوا احسن حاجه للنادي. يجيبوا بقى تريزيجيه، يجيبوا حمدي فتحي، يجيبوا فلان الفلاني، انا ثقتي فيهم لان بالدليل وبالنتائج. بالتالي انا بديهم هم الفرصه، هم اللي يختاروا، هم اللي يقولوا. انا دي بتاعتهم هم. عشان طب اخد رايك انت الشخصي، يعني مثلا تريزيجيه لو متاح لكاس العالم للانديه، تريزيجيه اهم لعيب في منتخب مصر النهارده. نعم يعني ده لو اتكلمنا على تريزيجيه من اهم لعيبه منتخب مصر، انا في رايي انه اهم سواء هو او مرموش. نعم احسن يعني، دول اهم من اي حد في رايي. لا بس محمد صلاح، اوعى تنسى محمد صلاح ده. لا محمد صلاح لوحده خالص، لكن انا بتكلم على لو اتكلمنا صح فعلا النهارده تريزيجيه ومرموش من اهم الناس اللي بتفيد. يعني خالد مرتجي المشجع يرحب جدا بوجود تريزيجيه مع الاهلي في كاس العالم. انا ارحب باي حد هيفيد النادي الاهلي ويبقى الراجل خواجه عايزه والكابتن خطيب مبسوط بيه. نعم ارحب باي حد. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا الممتع والهام جدا مع سفير السعاده وزير خارجيه النادي الاهلي المهندس خالد مرتجي، هيقول لي عن مدى افتقاده للكابتن محمود الخطيب في رحله امريكا الاخيره. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، بجد ترحيب بضيفي اللي منورني المهندس خالد مرتجي. ليجند مع مسؤول، حضرتك كنت المسؤول عن النادي الاهلي، الاسطوره كان الكابتن محمود الخطيب، بسبب المرض ما سافرش. بالتاكيد انت نفسك كنت مفتقد شيء مهم معاك في الرحله، والتاكيد كتير من اللي موجودين كانوا بيسالوا تساؤل عن الكابتن محمود الخطيب. بص الموضوع ده يعني بالحقيقه لما الكابتن كلمني وقال لي انا تعبان، قلت له يا كابتن لسه بدري، احنا تعرف الكابتن قعد حوالي يمكن 10 15 يوم. احنا كان المفروض في لقاء هنا كمان لا هو اول اول نعم. اول ما جالي الايميل، جالي انا ايميل وجالي الكابتن خطيب ايميل، الايميل بتاعي ان هو رئيس النادي وليجند يبقى موجود. فقلت له يا كابتن يعني خليني، هو انا دايما بحب اسافر مع كابتن خطيب. فقلت له خلاص خليك انت الليجند وانا اللي بمثلك. كويس احنا مع بعض. حلو. لان هو كان بعتوا لي انا يعني بعتوا لي دعوه رسمي. فقال لي طب نشوف ومش عارف ايه وبتاع. المهم قال لي بالسفريه طويله وكده. قلت له يا كابتن ده حدث مش هيحصل تاني. حلو. وده حاجه اول نسخه من كاس العالم للانديه. وجودك انت اضافه لينا كلنا. طبعا. فلازم تبقى موجود. قال لي طيب خلاص ماشي، واتفقنا خلاص ان احنا هنسافر، وعملت الحجز وعلى كل حاجه. حلو. اتفقنا حتى نسافر على القطريه، وهو بعد طبعا سفريه كبيره يعني طويله. يعني احكي لك انا حصل فيها ايه. وقلت له يا كابتن عشان تبقى كويس بدل ما ترجع على مصر وترجع تاني يوم 10، لا انا هجيب الباص لحضرتك يوم 10، وانت هنرجع يوم 6 تبقى في الدوحه، تريح في الدوحه لغايه ما احنا نجيلك. حلو. فقال لي خلاص كده تمام، لان طبعا سفريه جامده طويله يعني. وبالتالي مشينا على هذا الاساس لغايه بقى ما هو تعب. فانا كنت في السفريه يوم الاثنين بالليل، الاثنين فجر الثلاث يعني الساعه 1 كانت طيارتي. نعم. وقال لي انا كلمني هو يوم الاحد، قال لي خالد مش هقدر اسافر لان الدكاتره يعني كان مش قالوا لي ما ينفعش، والتكييف بتاع الطياره هو صدره الحقيقه لغايه النهارده يعني حتى في المجلس امبارح لا صدره تعبان. فقال لي مش هينفع اسافر. والله قلت برضو ايه انا زعلان. وقال لي كابتن على امل لاخر وقال لي كابتن مصطفى عبده يسافر معايا. فكلمت على مصطفى مجري وقلت له كابتن كذا انت معاك فيزا امريكا؟ قال لي لا وانا متاكد مش هتعرف تجيبها لي. كلمت برضو حاولت باقصى ما اعرف. صعب. فقالوا لي لو مين مش هيعرف يجيب الفيزا. وبالتالي بقيت انا لوحدي. فاكر يوم الاثنين
هو الكابتن قال لي يوم الاحد ابعت الايميل قول ان انا مش موجود. ما رضيتش ابعت الايميل. ما رضيتش تبعت. قلت له كلمته بقى يوم الاثنين الساعه 12 الظهر. قلت له يا كابتن مش مطاوعني ايدي ان انا ابعت ايميل عشان انت ما تبقاش موجود معايا. يعني انا نفسي انك انت تبقى موجود. قال لي خد مش قادر. وبالتالي رحت ايه؟ بعت الايميل. انا اول ما نزلت هم كأول ما يعني انا اما دخلت الاوتيل كلهم جم سالوني على الكابتن يعني رئيس سكرتير عام لان راح الايميل واتغيرت واتلغى الحجز بتاع الاوتيل بتاعه واتلغى الحجز بتاع الطياره وكل حاجه كلهم جم سالوني عليه. قلت لهم والله قالوا يعني تعبان ونزلت برد جامده وهو اصلا من ايام ما كان بيلعب لو تفتكر هو كان عنده حساسيه في صدره ودي يعني تعبته يعني وعشان يطلع بالتكييف الطياره خلي بالك بقى عشان احكي لك السفريه يعني الحقيقه حتى النهارده مصطفى عبده كان بيكلمني قلت له بص ما اقدرش سفريه طويله كانت هتتعبك جدا. انا مشيت الساعه واحدة وتلت الطياره بالظبط قامت من مصر انا ما بعرفش انام في الطياره واحدة وتلت يوم الثلاث ما اعرفش مع ان الطياره القطريه ده انت في سويت يعني مش واحدة وتلت وصلت خمسة ونص بتوقيت قطر في قطر استنيت كانت طيارتي 8 الى 5 قعدت طبعا ما فيش نوم 8 الى 5 16 ساعة ونص عشان توصل ميامي 16 ساعة ونص ما كانش في نوم بالنسبة لي وصلت يوم الثلاث بالليل الساعة 6 الساعة 6 يعني الساعة في مصر الساعة 7 فرق 7 ساعات يعني الساعة 1 في مصر طبعا وصلت انا ما كنتش نايم كويس مش عارف ما بعرفش انام فوصلت هلكان قابلت الجماعه زي ما قلت لك وقعدت معاهم ارسن فينجر وقابلت بوتراجينيو حبيبي حتى جاي لي صوره معاك حتى قال لي قال لي ده محمد سراج الدين موجود عندنا في فعلا محمد في ريال مدريد وقابلت بوتراجينيو وبتاع وقعدت معاهم شويه وانا بقى عارف اللي عينيك دخلت في بعض خلاص مش شايف مش شايف رحت اول ده اليوم الوحيد اللي نمته كان يوم الثلاث بالليل نمت كانت حوالي يمكن الساعه 8 ونص بالليل بتوقيت امريكا وصحيت الساعه كام يا كابتن بقى 12 ونص حلو يعني الساعه 7 ونص في مصر ايوه 12 ونص بالليل 12 ونص ميد نايت يا نهار ابيض فضلت بقى قاعد لغايه الفجر الفجر كانت 5 و5 فرق السبع ساعات ده لا انا قاعد مش نايم ما خلاص ما هو مشكله وبعدين انا ايه مش عارف تعمل ايه بعدين مش عارف اعمل ايه وبعدين قلت ايه لو خدت دواء منوم ونمت وخدت التوقيت بتاع امريكا هرجع مصر هبقى محتاج ان انا اقعد فقلت وانا اصلا مسافر قطر وعندي شغل وعندنا مجلس اداره وبتاع فبالتالي ما عرفتش انام الساعة 5 رحت نازل الجيم رحت الجيم لا والله والله جدع والله برافو عليك رحت الجيم صحيت فطرت وعندي بقى كان يوميها العشاء بتاع بالليل ده طبعا قابلت كل الناس صورتك مع بوتراجينيو بوتراجينيو وهو حبيبي وكان على طول معايا يعني بتاع بوتراجينيو ده علاقتي بيه اسبانيا وريال مدريد واللي عمل واللي وتحس والله كان يقول لي دايما ايه كومبانيرو يعني مرافق بتاعي او صاحبي على طول فكنا دايما معاه وكان هو معانا نائب رئيس النادي ومعاه اتنين من السكرتاريه بتاعهم بتوع ريال مدريد وكان حتى زعل لان يوميها اتغلبوا كان في عندهم ماتش واتغلبوا خسروا 2-1 2 او مش فاكر بالظبط فكان بيقول لي احنا اتغلبنا وكده فتاني يوم كان عندنا العشاء كان العشاء الاوفيشال دينر يعني كان بره الاوتيل وكان بقى ساعتها معايا راجل هشام الامين اللي هو رئيس نادي الوداد الجديد راجل محترم جدا وهو نائب في الـ وكان معايا حسين الخارجي وخارجه وكان معايا نور الدين نابت وكان عشا كان طبعا انفانتينو وناصر الخولي كان كل الناس كل الكبار ورؤساء الانديه اتلتيكو مدريد كله 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 ويوميها حتى لو يوميها بالليل روحت كانت الساعه مثلا 9 ونص بالليل او 10 ما نمتش ولا ثانيه بقى يعني رحله مرهقه لا اكتر من مرهقه نعم فالحقيقه كانت رحله صعبه لكن هو اللي بيضايق لكن لا كنت بكلم بقى الكابتن انا مفتقد يا كابتن يعني نفسي تبقى موجود يعني على قد ما انا كنت بعد ما رجعت قلت لا كانت هتبقى شقه جدا على كابتن محمود خاصه ان هو كان تعبان لكن على قد ما انا كنت مفتقد لان هو بيديني انا قيمه كمان طبعًا. يعني الكابتن محمود انا نور الدين نيبت اول ما شافني وبيسالني على الكابتن فبقول له ده تعبان وبتاع قال لي انت عارف يا خالد ان الكابتن محمود الخطيب ده كان القدوه بتاعتي
ياه والله العظيم نور الدين نيبت بتاع ده جميل اسطوره ده اتكسر الدنيا في اسبانيا ده بالظبط كاس العالم مغرب وعمل حاجات الحقيقه يعني كنت مفتقده جدا وكان نفسي يبقى موجود بقى يعني خلي بالك انا السفريات مع كابتن محمود ليها طبع خاص معايا انت مسافر معاه بكره ان شاء الله وتستمتع لكن خليني اسالك هل حصل لقاء مثلا بينك وبين انفنتينو اتكلمتوا قول لي الحاجات الجانبيه اللي الناس ما شافتهاش بص انفنتينو بيعز النادي الاهلي جدا يعني دايما يقول لك خالد انتوا يور اولويز ذير انتوا دايما في كل حاجه انتوا في كل حدث انتوا يعني قيمه كبيره جدا ويمكن هو كمان من ضمن الحاجات اللي قالها لي بس انا مش عايزه يعني كابتن خطيب قال لي احنا عايزين ناديه حلو في انت عارف ان هيبقى في حاجه اسمها تروفي تور اللي هو التروفي ده اللي هي الجوله بتاعت الكاس نعم. فقلت له احنا كابتن خطيب بيقول لك كذا انت تيجي قال لي انا حاجه فعلا باللفظ كده طبعا كان حتى بعد البتاع قال لي انا هتدعيني حاجه هو كلهم عايزين يجوا مصر خلي بالك مصر برضو طبعا مصر يعني عمنا في ايه يعني مصر والنادي الاهلي فدي حاجه كبيره فان شاء الله باذن الله هتبقى إذن حاجه هو وافق على الدعوه هو وافق له الكابتن الخطيب وافق في الجوله بتاعت الكاس العالم كاس العالم مش عايز اقول بقى لسه طبعا احنا بنشوف لكن مبدئيا ادى موافق ودايما بقى بيتكلم معايا في هتلعبوا ريال مدريد عايزين تشوف الاستاد لوسيل ده على 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 اخره وجودكم ده حاجه مهمه انت هتبقى بيقول لي ايه انتوا هتلعبوا اكنكم في ملعبكم نعم في القطر كان بيكلم مني على انتركونتيننتال كاب فهو جاي انتركونتيننتال كاب في قطر وزي ما قلت لك يعني وجود النادي الاهلي بيبقى طيب حاجه بمناسبه الانتركونتيننتال خلاص احنا كاس العالم بقت كل 4 سنوات هل الانتركونتيننتال هتبقى سنويه؟ لا ما اظنش انا اشك انها هتبقى تعمل يعني اشك ان هتبقى دي اخر نسخه في رايي انا ما اعرفش ما عنديش معلومه ولا تكون اول نسخه لا متهيألي هتبقى لان هم دي اللي بدل كاس العالم الانديه وبعد كده كاس العالم هيبقى كل ده اللي انا كنت قريت مره ان هم استحدثوا زملائنا برضو في الاعداد يتاكدوا لانه الناس اتعودت يا خالد انها كل سنه تشوف الاهلي بس اقول لك حاجه هو كان حتى دايما بيقول يعني حتى لما كان عامل لنا برزنتيشن وبيقول لك ايه ان النسخه القديمه بتاعت كاس العالم الانديه نسخه مش فير خالص ما فيهاش عدل انك انت تطلع احنا ونلاعب اوروبا وامريكا الجنوبيه يطلعوا على السيمي فاينل على طول نعم. مفيش نوع من العدل حتى يعني. المره دي مطلع ريال مدريد على الفاينل على طول بالظبط نعم. يعني في رايي ما اعرفش انا يمكن انت عندك معلومه انا ما سالتش هذا الموضوع لكن لكن ما اقدرش اقول لك معلومه مؤكده يعني ان شاء الله بس انت تفضل انه يبقى كل 4 سنوات؟ طبعا تفضل انها تبقى طبعًا. كل 4 سنوات قيمه كبيره وبعدين انت خلي بالك كل 4 سنوات ولازم الجوائز بتاعتها تبقى كبيره يعني ده اللي انا اتمناه يعني طبعًا. انت النهارده لما بتجيب جوائز كبيره طبعًا. بتدي لينا احنا اكيد طبعًا. اكيد طبعًا. اكيد النادي الاهلي هيبقى عايز يدعم فرقته ديفنتلي يعني فانت هتبقى محتاج فلوس محتاج دولارات وعلى فكره يا كابتن احمد انا من هذا بعد اذنك يعني من هذا المنبر انا لازم بوجه حاجه لصديقي وزميلي في يوم كان يعني كنا زملاء في المدرسه الاستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي نعم يعني ارجو النهارده النادي الاهلي بيمثل مصر في محفل عالمي ارجو ان هو يدبر لنا احنا مش عايزين دولارات ببلاش احنا عايزين نروح البنك ويدبر لنا دولار ادفع له مصري ويديني دولار لان دي مشكله رئيسيه فانا بوجه من خلال هذا المنبر وللصديق العزيز حسن عبد الله ان هو لازم يفكر النهارده النادي الاهلي بيمثل مصر لازم النهارده انا مش عايز اتكلم ده عشان البطوله بتتكلم ده بشكل عام بشكل عام وعشان الالتزامات اللي عندك انا بتكلم على البطوله انت عليك عندك التزامات انا النهارده ازاي بتوفر دولارات يا كابتن كابتن شوبير انا عندي مشكله كبيره في توفير العمله مازالت. انت النهارده لما بتصرف $1,400,000 كل شهر و2 مليون دولار لو ربنا كرمنا وبنكسب الناس دي مش بتاخد مكافآت لو بتكسب كذا الفرق دي $1,400,000 ده قيمه الرواتب اللي عليك شهريا سواء لعيبه او سواء مدربين مش بس كوره لكن نشاط رياضي كمان انا بطلب يعني على الاقل العقود نحترمها وفي نفس الوقت يدونا ده انا عشان اطلع بطوله افريقيا يا كابتن شوبير بتاعت الهاندبول في تنزانيا كلمت معالي الوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي قلت له يا دكتور انا محتاج $80,000 عايز البنك يوفرهم قال لي حاضر عينيا ابعت لي جواب ولغايه النهارده ما خدتش $80,000 ما وفرهمليش واضطريت ان انا بجيب من خلي بالك انا عشان اقدر اجيب دولار انا بستلف على حاجات جايالي يعني انت النهارده انك انت تورد العمله الدولار انك انت تجيب دولار ومش قادر البنك تجيب ما بتوفرلكش
لازم البنوك توفر كل المكافآت اللي بتجيلك بالدولار، مش بتجيلك من خلال البنك. بتجيلي من خلال الفيفا او بتجيلي من خلال افريقيا، لكن في الاخر ما بتكفينيش. انت بتعمل انت محتاج على الاقل 20 مليون دولار في السنه. هتجيبهم منين؟ على الاقل هتجيب، وانت النهارده المداخل بتاعتك بتجيب لك 20 مليون دولار في السنه؟ لا مستحيل. عشان كده لازم الرعايه بتاعت النادي الاهلي الاربع سنين الجايين بعد ما تخلص دي لازم تبقى بالدولار. مش كلها لازم. مش كلها اكيد لازم تتجه منها. لا لا يا كابتن، ما هو لو الدوله النهارده دلوقتي بتتجه ان الرعايات عندك تبقى بالدولار 100%. ده لازم، ده انا لسه الكابتن خطيب بقول له ما ينفعش. ما انت النهارده عايز دولار. انت النهارده لما خدت الرعايه بتاعتك السنه اللي فاتت بتاعت المره اللي فاتت كانت الدولار ب 18 جنيه، النهارده الدولار ب 51 جنيه. يعني اذا انت قيمتك مش هي كده. انت النهارده وصلت كاس عالم يا كابتن احمد. انت قيمتك هتسعر على قيمتك التسويقيه. النهارده انت قيمتك التسويقيه اكبر بكتير. انت 18 جنيه الدولار، وبعدين انت مواردك، انت النهارده عايز تصرف بالدولار. لازم تجيب بالدولار. وبالتالي ده لازم. يعني انا بناشد حاجتين، اتمنى ان الدوله تبص للنادي الاهلي، ومش النادي الاهلي بس، الانديه اللي بتشارك في افريقيا، انها توفر لها الدولار. انا اروح ادفع مصري يديني دولار، مش اروح البنك يقول لي لا ما اقدرش ادبر لك، هات لي موافقه محافظ البنك المركزي. طب اعمل ايه؟ انا عندي عقود. النقطه الاولى. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه ان انا لازم افكر والناس تفكر مع، يعني النهارده عندك شركه كوره، النهارده الكابتن خطيب ادها تفويض انها تسوق كل ما هو جاي للكوره. بس عندك ناس شاطرين في شركتك قوي بصراحه، يعني فتحي، احمد شمس، وائل، احمد حسام، احمد حسام عوض. لازم يجيبوا لنا فلوس بالدولار. ومع ذلك انت الحمد لله ملتزم تماما، يعني ما فيش كابتن، انا ايام الكورونا ما فيش مخلوق ما خدش فلوسه، سواء اجنبي ايام ما بايلر. لو بتزعل لما احيانا بيتهموكوا بالبخل؟ جدا، لان احنا مش بخله. وكابتن خطيب لعلمك، كابتن خطيب ما فيش حاجه بتطلب منه من الجهاز اللي ما بيعملها، بالعكس. من بالعكس. الاجهزه بقى مش من الجهاز. بالعكس. لا لا لا، مش بخيل خالص. انت النهارده يعني لا يعني لا يبقى يعني انا في غبن علينا ان احنا بنتبع. انا ما فيش مدير فني بيطلب لعيب الا ما بنجيبه له. لكن بكاس انت عندك سقف، عندك سقف. ما تقوليش اجيب لعيب ب 5 6 مليون دولار. بس الناس هتقول لك في كاس العالم. عشان كده بقول لا، كاس العالم اكيد اكيد الناس بتفكر بتفكير مختلف. ممكن تبقى اسعار ثانيه، لانك انت متخيل انك انت هيجي لك مبلغ مش بطال من لكن في نفس الوقت لو ما جالكش المبلغ اللي مش بطال، انت عندك فلوس مصري تقدر تصرف تجيب دولار. فلازم الدوله تساعدك. يعني انا مش عايز حاجه من الدوله غير انها تساعدك تدبر لك عمرك. ده بياكد انه فكره التدعيم موجوده وبقوه عشان كاس العالم. يعني اكيد في تدعيم. انت النهارده هو في فريق ما بيدعمش، في فريق في العالم ما بيدعمش فرقته، اكيد في تدعيم. لكن في الاخر التدعيم مين اللي بيقول عايز ده ومش عايز ده؟ المدرب. المدرب والمدرب واللجنه الكور او السكاوت. انت عندك وانت النهارده النادي الاهلي عمل لجنه سكاوتنج ليه؟ او عشان ترشح عشان ترشح. يبقى اذا يعني مش معقول ما حدش بيفكر في كده. لكن كل ما تردد ان الاهلي حدد الخمسه لعيبه والسته لعيبه، انت بتقول لي الملف اصلا ما اتفتحش. انا ما عنديش معلومه ان الملف اتفتح ولا لا، لكن اكيد الملف مفتوح مع الناس المختصه. ان هم هيجيبوا مين في يناير، هيجيبوا مين في يونيا. ده اكيد الملف مفتوح عندهم، لكن احنا ما بنعرفش. احنا بنعرف لما بيحصل هذا الموضوع. ان لجمهورك عليك حق. تعال نشوف كده السوشيال ميديا بيقولوا ايه واسئلتهم للمهندس خالد مرتجي. هنا مسهلها لك اهو. خالد نبيل، مساء الخير عليك كابتن شوبير، تحياتي لسفير الاهلي المهندس خالد مرتجي. سؤالي للباش مهندس، عايزين نعرف شعورك اثناء قرعه كاس العالم وانت شايف ناديك بيوصل لاعلى مكانه بالكبار وفي المباراه الافتتاحيه. قول. يعني شايف، حاسس بفخر، حاسس بسعاده، حاسس ب عارف ابو العروسه. حلو بالظبط كده. حلو. يعني حاسس بانتعاش. حلو. ايه اكتر جمله دايما تفتكرها عن الاهلي سمعتها من الراحل الفريق مرتجي وحسيت انها اتحققت بعد وجود الاهلي في اول نسخه لكاس العالم للانديه بشكلها الجديد؟ عظمه مصر في النادي الاهلي. عظمه مصر في النادي الاهلي. اللي بعده. نهال احمد، مساء الخير على حارس الاهلي وابن الاهلي المحترم خالد مرتجي. انا مش هساله لكن هشكره على كل اللي بيقدمه مجلس الاداره بقياده محبوب الاهلاويه محمود الخطيب في خدمه النادي الاهلي، وبتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم، ودائما الاهلي يفضل مشرف الكره المصريه. دي رسائل اعتقد تسعدك قوي قوي.
طيب ربنا يخليك يا نهال. شكرا يا نهال. اللي بعده دكتورة جيلان علي أحمد، دي من الأهلوية العظماء على تويتر. أنا ما بعرفش أقول على فكرة إكس، بقول تويتر يعني. مساء الخير على نظر الإعلام الرياضي اللي بيرسم الخطوط والكل يمشي عليها من بعده. تحيات الوزير خارجية الأهلي والوجهة المشرفة هندس خالد مرتجي. سؤالي هو إيه أكتر حاجة تتمنى الأهلي يوصلها كمؤسسة رياضية وليس على مستوى كرة القدم أو الحصول على بطولة فقط؟ بص يا دكتورة جيلان، النادي الأهلي مش مؤسسة رياضية فقط، النادي الأهلي كيان مؤسسي بيشتغل للرياضة، بيشتغل للمجتمع، عندنا مؤسسة مجتمعية، بيشتغل إنشاء، بيشتغل لأعضاء جمعيات عمومية. النادي الأهلي مش فقط رياضة. والحقيقة يعني أنا بقول إن أنا حظي حلو ان انا موجود في هذا المجلس المحترم بقياده الكابتن محمود الخطيب، اللي النادي الاهلي النهارده عامل 4 شركات. النادي الاهلي النهارده عنده مؤسسه مجتمعيه لمسؤولياته المجتمعيه. هي بتقول لك اكتر حاجه بقى تتمنى الاهلي يوصل لها ايه كنادي كمؤسسه، يعني تتمنى ايه؟ اتمنى النادي الاهلي ياخد كاس العالم. ياخد كاس العالم. طيب يلا اللي بعد. محمد البنا، بحترم خالد جدا جدا من سنين وبشوف فيه مثال للاهلاوي المخلص حقيقي للنادي وتغليب استقرار المجلس ومصلحه الاهلي فوق طموحاته ومصالحه الشخصيه. والله رسائل من اللي بتسعدك. ربنا يكرمك يا محمد. شكرا يا محمد. اللي بعده الاحمد اللبداني، مساء الخير كابتن استاذ شوبير لانك استاذ في الحوار الرياضي الممتع. تحياتي لوزير خارجيه الاهلي الاستاذ والكابتن وابن البلد الاصلي. سؤالي لحضرتك، ما ينقص الاهلي في كاس العالم الارضيه القادمه للأهلي اسم عالمي حاليا وأخبار الاستاد العالمي إيه؟ هتلاقي دايما مطالب بلعيبة ولعيبة تقال في كاس العالم، ودايما سؤال الاستاد ده مهم جدا يا باشمهندس خالد. خلي ثقتك يا أحمد باشا في مسؤولين كرة القدم في النادي الأهلي، وتأكد أنهم هيعملوا ما هو لصالح النادي الأهلي وهيجيبوا أحسن الناس، أحسن اللعيبة اللي تفيد النادي الأهلي. أما بالنسبة للاستاد هتسمع خبر جامد جدا قريب جدا، في النهارده شركه القلعه الحمراء وهي المسؤوله النهارده عن تسويق الاستاد وبنى الاستاد، والحقيقه كلهم افاضل برئاسه محمد كامل ومعاه 11 وزير سابق. فتاكد ان النادي الاهلي ماشي في خطى مهمه جدا، واتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى الكابتن محمود الخطيب يبقى هو رئيس النادي ان شاء الله المره الجايه، لان احنا كلنا حقه علينا ان هو يبقى موجود عشان يبقى ده اللي ناقص في وجود محمود الخطيب في رئاسه النادي الاهلي، ان هو استاد النادي الاهلي يتبني في عهد محمود الخطيب. محمود الخطيب بمجلسه بفضل الله سبحانه وتعالى اللي عملوه في الكام سنه اللي فاتوا، متهيألي وده ما ينتقصش من حق المجالس اللي قبل كده، لكن سواء طفره رياضيه انشائيه خدميه متهيألي ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي. طيب هنا بقى خبرين مهمين يتاخدوا، ان هناك تدعيم ان شاء الله قبل كاس العالم للانديه، ده ما اللي انا فهمته، وانه في خطوات متسارعه في مجال بناء استاد النادي الاهلي، والمهندس خالد مرتجي قال قريبا جدا هتسمعوا اخبار سعيده في هذا الامر. استاذنك نروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا الجميل مع اللي منورني المهندس خالد مرتجي القائم باعمال نائب رئيس النادي الاهلي. مهندس خالد، وانت في قمة الفخر هناك من هذا التقدير للنادي الأهلي، وحوريك صورة دلوقتي لسه نازلة على حساب صفحة كأس العالم للأندية حلوة قوي. بعتت لي دلوقتي هيحطوها زملائنا، وفجأة بعد ما ترجع تلاقي البعض من يقلل، والبعض اللي يقول لك لا أصل احنا مش هنشجع، والبعض يقول لك يعني الصورة هي. بص يا مهندس خالد، دول بيقول لك هم يعني بيقول لك ويلكم للنادي الأهلي، جميله جدا، حاطط صوره الشناوي وصوره عاشور وصوره اسامه ابو علي والثلاثي ميسي وبوسكيتس وسواريز موجودين، وبيكهام وبيكهام صاحب النادي سايق العربيه. هو في ويلكم تو ميامي، يعني هو في اجمل من كده؟ وفي المقابل فوق اهو الاهلي في الانتر، يعني كامينج تو 305 اون جون، ولا 30 اون جون 14 20 25. خلي بالك كان جون 15 بدايه البطوله، بقت 14. ف شفت ده ازاي؟
وشفت محاولات البعض التقليل، ولا انا مش ان شاء الله ما شجعت يعني ما تفرقش معايا، لكنه حسيت بالمقارنه ازاي؟ والله يعني انت بتكلمني على حد معين او تصريح معين؟ هو لا ما بتكلمش حد معين تصريح والله. تصريح غير موفق. نعم. يعني حتى لو انت جواك حاجه زي دي ما ينفعش تظهر في العلن يعني. لكن اللي بيقلل ده انا بعتبره مش فيها مثلا بيقول باين قصر ديل يزعر. لا انا قصدي يعني هي كانت حاله جيده للكره المصريه والله بشكل يا كابتن شوبير. انا بدايه الحلقه قلت لك ايه؟ لابد الشعب المصري بجميع طوائفه بجميع انتماءاته يفخر ان في حاجه اسمها النادي الاهلي. انا دايما بقول اخر 15 20 سنه الاهلي هو من انقذ سمعه الكره كل المصريه حاجة. ومن حافظ ما وجه الكره المصريه بالزبط. للامانه الشديده يعني. فيعني النادي الاهلي يعني بغض النظر عن الانتماءات، لا يعني مصر لازم تسعد بوجود النادي الاهلي فيها. قطاع كرة القدم بالفعل كسب السنة دي 68 مليون تقريبا، 160 مليون، 68 مليون مكاسب. وده في حكم المعجزة مع المصاريف دي كلها، لكن الانتصارات اعتقد هي اللي فرقت معاك. طبعا الفلوس اللي بتجيلك، بعت بعض اللعيبة، عملت شوية اعراض، هو ده اللي بيجيب لك الفلوس. انت ميزانية الكورة مليار وشوية، مليار 100 وشوية، 170 تقريبا، والمصاريف حوالي مليار حاجة و70. بتتكلم يعني في استاد النادي الاهلي، بتتكلم في 18 مشروع انشائي 800 مليون جنيه، 800 مليون جنيه اللي فاضلين، ده غير الاستاد، غير الاستاد. الاستاد حاجه تانية. ده مليارات، ده لسه. وده بقى يعني برضو يا كابتن مع احترامي يعني يعني عايز اتطرق لموضوع انا في رايي الشخصي موضوع مهم جدا. اتفضل. عشان اصلاح الكره المصريه. نعم. النهارده بيقول لك الانديه والاستثمار الخارجي والكلام ده كله. هو احنا النهارده اما بندي رخص انديه، ايوه، مش بندي رخص انديه بكرايتيريا معينه؟ طبعا. من اهم الكرايتيريات ايه؟ انك انت بتعمل ميزانيه مستقله. طبعا. والميزانيه دي على الاقل تبقى مكيت. ايوه. مش خسران. نعم. لكن انت النهارده ما بتشوف انديه، مع كل احترامي لكل الانديه، نعم، بتصرف اكتر من الاهلي والزمالك. وبتجيب يعني، وممكن تكون بتبوظ ال 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 المنظومه، والسيستم بالسيستم. نعم. وفي نفس الوقت ما بتبصش على ميزانيتها يعني. بالله عليك، هل ده في صالح الكره المصريه؟ لا، ما بس في لجنه التراخيص في الاتحاد المصري، ولجنه التراخيص دي مش لازم من ضمن الحاجات. جدا على فكره، مستشار رائع، مش من ضمن الحاجات اللي لازم تبص عليها. نعم. الميزانيات، وانت بتعمل ميزانيه مستقله ليه؟ ايوه، مش عشان تشوف الفلوس دي جايه منين ولا رايحه فين. انا بقى انا بنادي المهندس هاني بوريدا، ايوه، ان شاء الله ربنا يكرمه، بكره هينتخب خلاص وجاي بالتزكيه. لازم يبص في هذا الموضوع. لان في ناس بتبوظ، في انديه معينه بتبوظ الكوره في مصر. نعم. بتبوظ، بتجيب، بتحاول تاخد لعيب من هنا وتدفع له اكتر هنا. طب انت بتجيب فلوس منين؟ نعم. انا نفسي اعرف هو يعني ايه استثمار. يعني لما بدفع فلوس قرش يجي لي قرشين. نعم. مش هدفع قرش او اكيت او اكيت. نعم. لا، الاستثمار يبقى تكسب. ممكن يقول لك انا هكسب بعد كام سنه. بعد كام سنه؟ ماشي. في حاجه اسمها كده؟ مفيش حاجه اسمها كده. فارجو من المهندس هاني ابو ريدة يبتدي يبص بقى مداخل الناس دي بتيجي منين. الدنيا ماشيه ازاي؟ انت بتبوظ لي المنظومه كلها. ما ينفعش. لازم يبقى في ضبط وربط في هذا الموضوع. أنا دي نقطة يعني مهمة في غاية الأهمية، وهي دعوة إلى لجنة التراخيص وإلى اتحاد الكرة الجديد إن الأصول تمشي على الجميع بلا استثناء، عشان يبقى فيه مساواة، يبقى فيه نجاحات، ونقدر نقول إن إحنا عندنا نظام بجد جديد لكرة القدم المصرية، بدل الشغل اللي كنا ماشيين بيه زمان. أنا كنت قريت لك مرة طلب أو مناشدة أو إنه بعضا من اللاعبين او المدربين الاجانب بياخدوا رواتبهم بالجنيه المصري، هل حد استجاب ولا الامر؟ طبعا، احنا عندنا النشاط الرياضي كله بياخد 25% بال فعلا، بس مش الكوره، ما عدا الكوره. كويس. 25% واللعيبه الاجانب 25% بالمصري برضه، مش الكوره. لا مش الكوره، لا. 25% مصري و 75% بس 75% حمل. طبعا حمل، بقول لك يا كابتن، 1,400,000 غير غير المكاسب. ما انت النهارده انت بتجيب لعيبه عشان تكسب، بتجيب مدربين عشان تكسب، فما صحيح. بتكسب بتدفع بالدولار او باليورو. هل في صفقات للعيبه توقفت بسبب الدولار، عدم وجود دولار؟ لا مفيش. لا
هل كان في طلب دولار اكبر من اللي موجود عند النادي الاهلي وبالتالي الامر كان صعب شويه؟ لا يعني بص انا ما عنديش معلومه مين اللي كان بيفكر فيه، لكن انا ما شفتش حد الفتره اللي فاتت لما كان امير، وانا لازم اشيد بامير توفيق برضو لان الراجل ده عمل شغل كويس جدا في النادي وعمل شغل في الصفقات وفي الحقيقه كان يعني هو منفذ وليس فلكن الحقيقه ما تاخر النادي الاهلي ما تاخرش، كابتن خطيب ما تاخرش في اي حاجه، وكنا بنورد وبنجيب. خلي بالك احنا في وقت من الاوقات في بعض المحبين للنادي وعلى فكره دي حاجه ليجل كانوا بيسلفوا النادي الاهلي فعلا دولار وياخدوا مصري والله وليجل بمعرفه الشباب والرياضه يعني ما كناش بنعمل حاجه مش تجاره عمله، لانك انت النهارده حتى يا كابتن انت ما عندكش الرفاهيه انك انت تروح مثلا لشركه صرافه وتشتري عمله، ما ينفعش انت لازم تشتري العمله من خلال البنك، ما ينفعش تروح لحد تدي له دولار. النادي الاهلي الاكثر التزاما بالظبط يعني. ما ينفعش ابدا يعني. فبالتالي عليك 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 اعباء كبيره جدا طبعا. مهم ان الدوله بقى تساعدك في الحته دي. عايز اقول لك انه احنا تاكدنا الانتر كونتيننتال كل سنه انا ما عنديش معلومه بالفعل يعني، بس انا الحقيقه برضو يعني ببقى فخور جدا بيكو يعني، وحضرتك موجود في كاس العالم وشكلك وجمالك وقيمه النادي الاهلي وانت لغتك الانجليزيه بطلاقه يعني بسم الله ما شاء الله، والناس حتى يعني تداولت مقطع عليك كانوا سعداء جدا بده بوجود سراج وهو في مدريد مع الاكاديميه ودعوه من هناك. سراج احنا سافرنا مع بعض قبل كده مدريد وهو يعني الحقيقه علاقته كويسه قوي بريال مدريد، لان هو خلي بالك هو واخد الماجستير بتاعه من من ريال مدريد. وهو كان بقول لك اول ما شافني بوتراجينيو قال لي محمد سراج هناك ومبسوط وعامل له ورد وعامل له ورشه فالحقيقه حاجه تحفه بوجود حسام غالي كرئيس للبعثه في جنوب افريقيا. بص يا كابتن خلينا نتكلم بصراحه اتفضل بعد اذنك يعني كلكم بصراحه هذا المجلس كلكم بلا بجد والله طارق قنديل الغزاوي بص يا كابتن مهند الجرحي مين تاني عشان بس ما انساش بص يا كابتن خليك انا هقول لك مي عاطف يعني حاجه هذا المجلس من ارقى المجالس المتجانسه في النادي الاهلي فعلا. بص يا كابتن مفيش حد من جوه عنده اي يعني نفس وحشه ضد اي حد، بالعكس كلنا بنخاف على بعض كلنا يعني لو جميل. لو جبنا الدكتور محمد شاوي وهو رجل راقي وبعتبره البرنس يعني عندك طارق قنديل طارق ده حبيب قلبي وقعد جنبي وده طارق ده ما بعرفش اسافر من غيره وعندك غزاوي ده من احسن الناس اللي بتفهم في النشاط الرياضي والحقيقه انا بستعين بيه كتير جدا وباخد رايه لانه فعلا رايه بيبقى ساقط. عندك محمد الضماطي طبعا دماغ يعني توديك البحر وترجعك عطشان في الدنمارك كمان بحاجه بالظبط مع فخامه الرئيس عندك مثلا حسام غالي طبعا وهو ده كابيتانو يعني وراجل الحبوب الجميل عندك محمد سراج الدين وطبعا ده يعني بعتبره اخويا الصغير ويعني عندك جرحي ده يعني من اعظم من اكتر الناس اللي انا يعني عندك مهند بقى بص مهند ده بقى يعني ده قصه انا معايا انا قصه يعني مهند ده من الناس اللي بحب اسمع ارائها جدا اولا من احسن ناس تفهم النشاط الرياضي والحقيقه رايه حتى كابتن خطيب يحب دايما يسمع راي مهند عندنا مي عاطف مي بقى دي الدؤوبه بقى اللي هي ايه الحماكيه اللي اتكلمي النهارده مثلا كان فيه بتاع تكلمي طب هو ليه يا باشمهندس حضرتك نعمل يعني الحقيقه ما بتفوتش حتى في التصديق مثلا محاضره التصديق على طول تقرا يعني فهي احنا لو تشوف طبعا رحمه الله العمري كان معانا من طبعاً الناس اللي طبعاً عارف كنا كلنا عارف اما تبقى يعني اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر كلنا كده مع بعض دي حاجه جميله عشان كده ربنا بيكرمنا طبعا طبعا. ايه اللي انتوا هتطلبوه من اتحاد الكره الجديد؟ ما علمتوا انه لا مش ما علمتوا اللي انا شفته وانتوا زي ما حضرتك قلت انه جبتوا كل الاتحادات والمرشحين واتكلمتوا وكتير جدا من الاتحادات الحقيقه اصدقائي يعني كانوا فرحانين جدا بهذا النقاش الثري هذا المجلس وهذه الوجهة عشان بس الله يخليكم ما انساش حد يمينا الجلوس يمينا محمد ضماطي طارق قنديل خالد مرتجي كابتن خطيب الوزير الراحل عمرو فاروق دكتور محمد شوقي محمد الغزاوي محمد سراج مهند مجدي حسام غالي محمد الجرحي
مي عاطف مع حفظ الألقاب للجميع. هذا المجلس الجميل المتجانس، ايه هو اللي عايزه من اتحاد الكوره اللي هيتسلم غدا المسؤوليه باذن الله؟ بص، اولا في حاجات كتيره جدا. اولا الاهتمام بالمنتخبات ده حاجات مهمه جدا، لان احنا في الاخر احنا كلنا في مصر. موضوع الحكام يا كابتن، حكام ده لازم يبقى فيه تحكيم. راجل خبره ما يبقاش مصري، راجل اجنبي اتمنى يبقى موجود. والحكام الفطاحل بتوعنا، جمال الغندور على سمير عثمان، على الشناوي، على الناس اللي مع حفظ الالقاب، لازم يتبنوا مدرسه للحكام. زمان كان ايام الله يرحمه كابتن حسام، كان بيعمل على طول في مركز اولمبي بالمعادي، على طول على طول على طول في دورات، في يعني لازم الاهتمام بالحكام. يعني الفار النهارده بقى عندك مهم جدا، انك انت انا في 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 رايي ورايي متواضع، ان الفار ده مش شرط يبقى حكم عنده 40 سنه ولا 30 سنه، بالعكس. انا اجيب حكم مبطل ممكن طبعا، وهو اللي يبقى هو مسؤول عن الفار، لان ده عنده ممكن خبره جدا، وده موجود بره على فكره، وده اللي موجود بره. يعني الناس لازم تفكر. عشان كده بقول لازم التحكيم لازم 100% يبقى خبير اجنبي، خبير اجنبي هو اللي بيعمل هذا الموضوع. موضوع التسنين يا كابتن، النهارده في انديه بتسنن لعيبه صغيرين، لازم برضو يبقى عندنا الانضباط المظبوط في حته السن وحته التسنين. موضوع رخص الانديه حلو، ده موضوع مهم، مهم جدا. ما ينفعش نادي يبوظ لي المنظومه عشان هو معاه فلوس بتجيله ما اعرفش منين ويبوظ لي المنظومه. لا، لازم يبقى اللايسنس بتاعتنا. انت بتكسب ازاي يا ابني؟ انت ماشي ازاي؟ النادي ده ماشي ازاي؟ لازم الانديه كلها تكيت على الاقل عشان النهارده تبقى موجوده في في في, في رابطه الانديه المحترف. يعني في حاجات كتيره قوي، وانا على يقين ان مهندس هاني ابو وليده، خلينا نتكلم بصراحه، هو اكتر واحد النهارده خبره دوليه صحيح. افريقيه، عشان كده ما حدش ترشح الحقيقه نسبوه عشان اربع سنوات يبقوا كويسين صغيرين. متهيألي ان هو عايز يعمل حاجه، وهو اقدر واحد يقدر يعمل حاجه الفتره اللي جايه. والحقيقه يعني انا على ثقه ان هو هيحدني، مع كل احترامي طبعا للجمال بيه علام، راجل كان كتر خيره، كل حاجه كتر خيره طبعا، لكن راجل يعني بنشكره عن الفترة السابقة يعني، نتمنى لكل التوفيق يعني. بالظبط. الناس الحقيقة، وأنا منهم عشان أكون واضح معاك، ساعدوا بتصريحك عن حسام عاشور. كلمت حسام عاشور ابن من أبناء النادي وكلام كتير وكلام حلو يعني، وحست إنه قد تكون بداية صفحة جديدة. أنا بتكلم على حسام بالتحديد عشان ما أفرعش مع الناس في قصص تانية يعني. هل بالفعل النادي الاهلي بقيمته باسمه بتاريخه بي 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 بي، حد عنده من ولاده اخطا وخلاص، موضوع الراجل طلع اتكلم بدل المره 10 مرات يعني، هل هناك نيه انه يبقى فتح صفحه جديده، نوع من انواع التسامح يعني؟ بص يا كابتن، يعني حسام عاشور طبعا من اللعيبه اللي ليها بصمه في تاريخ النادي الاهلي، راجل كابتن النادي الاهلي، من اكتر الناس اللي يعني شهدت بطولات ايام جوزيه في العصر الذهبي الحلو بتاع مانويل جوزيه. هو اخطا طبعا، لكن انا الحقيقه ما اتكلمتش مع كابتن خطيب. اما اتسالت في برنامج من البرامج يعني مع كابتن سيف زاهر، فقلت يعني حسام عاشور من الناس اللي انا شخصيا طول عمري بحبها يعني كلنا، لكن اخطا وخطا كبير، وبالتالي هو لازم يخش الباب من او يخش البيت من بابه يعني، ويخش ويقعد مع رئيس النادي. هو رئيس جميل. هو رب البيت. نعم. ويقول له انا اخطات وعملت كده. وانا متخيل ان يعني حسام تاريخه طبعا يشفع له ان هو ممكن الكابتن خطيب يفكر ان هو، لكن هو كغلط وغلط غلطه كبيره، ما احنا ما اختلفناش. وكان في توقيت ده مدير. هو التوقيت بالزبط. هو التوقيت، لكن جميل انك بتؤكد مره اخرى انه كابتن. بص كابتن خطيب ده بجد، لا كابتن خطيب طيب، خلي بالك. بص يا شوبير، انا مهما كلمت عن كابتن خطيب مش هدي له حق، لكن عايز اقول ان كابتن خطيب اسمه بس مصد حاجات كتير. حلو. لو لولا وجود، مع احترامي مع حفظ الالقاب، محمود الخطيب على راس منظومه النادي الاهلي، النادي الاهلي ده كان ممكن يحصل فيه حاجات كتير قوي. اتفق. وجوده معه. بشعبيته باسمه، عارف الحق، بنزاهته بنظافته بانتمائه بحاجات كتيره جدا. انا ما شفتش حاجه كده.
نعم. ما شفتش حاجه صحيح. ما شفتش طفره انشائيه. هو بنفسه بينزل نعم. يشوف النهارده القرش اللي بيتصرف بيكلمني تعالى يا ابني وريني كذا 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 كذا. يعني كل حاجه النهارده بيبقى كل صغيره وكبيره بيبص عليها. لان برضو خلي بالك اللي صنع اسم محمود الخطيب هو جمهوره. اه طبعا. ومحمود الخطيب طول عمره لازم يبقى نمره واحد. ايوه. وبالتالي وجوده كرئيس النادي الاهلي لازم النادي الاهلي في عهده يبقى نمره واحد. طول عمر الحقيقه النادي الاهلي يتميز بقياداته. بالظبط. يعني على مر التاريخ حتى وان اختلفنا مع بعضهم في طريقه الاداره، لكن مين اللي يقدر يتكلم على احمد عبود باشا، على سياده الفريق مرتجي، على نائبه كمال بيه حافظ عليه رحمه الله، على كابتن صالح سليم، على كابتن عبد صالح الوحش، على محمود طاهر. المهندس محمود طاهر، على كابتن حسن حمدي بتاريخه العظيم، على كابتن محمود الخطيب بانجازاته الرائعه. فهذا امر جميل. اسمح لي بس ان انا ادخل معاك في حته شويه. في فتره حسينا ان العلاقات بين الاهلي والزمالك وصلت الى درجه جميله من بلاش المثاليه ولكنه يعني من يعني العلاقه الطيبه اللي كنا نتمناها، وبقت في زيارات متبادله، وكان هناك دعوه من مجلس اداره نادي الزمالك وحضرته، وحضر الكابتن حسين لبيب الى تأبين العمري نادي الاهلي في تأبين الراحل العمري فاروق، والناس الحقيقه استبشرت خيرا. يعني الشعور دلوقتي في الشارع انه الدنيا توترت شويه، ولا انا بتكلم غلط، ولا قصه ايه؟ وهل في امل انه بعيدا عن المنافسه اللي هتظل موجوده وموجوده شرسه جدا، لكنه احنا بنتكلم في كابتن خطيب بمجلس اداره شديد الاحترام، بنتكلم في كابتن حسين لبيب راجل شديد الاحترام ومعاه عدد من الافاضل داخل المجلس. بص يعني كابتن حسين لبيب انا عايز اقول ان هو صديقك طبعا جدا. نعم. وراجل محترم. والراجل ده يعني انا كنت بشوفه في النادي الاهلي ايام ما كان بيلعب في منتخب مصر. طبعا. نعم. بقول لان الكابتن الدكتور حسن مصطفى ساعتها كان مدرب منتخب. نعم. وكان بيجيبهم، فكانت الدنيا يعني بالنسبه. نعم. لنا، وانا كنت معاه في 2000 هو ومدحت البلتاجي، ما كنا مع بعض في ماسكين الحمله بتاعت الكابتن دكتور حسن مصطفى لما كسب. نعم. اول مره رئيس الاتحاد. العلاقه كالعلاقات الشخصيه علاقه محترمه، انا وهاني بيرزي، هاني شكري، الناس كلها يعني المندوب. نعم. لكن هو بيحصل ان في بعض الناس اللي بينتموا لبعض يعني ليهم ان هم ممكن بيقولوا تصريح ما بيبقاش موافق. نعم. وبالتالي بيعمل شويه احتقان. نعم. لكن في الاخر ما فيش شك ان العلاقه ما بيننا كافراد وكاشخاص علاقه جيدة. جدا جدا. وعمرها ما هتبقى زي زمان. عمرها ما هتبقى زي لا زمان. يعني في فتره. نعم. لا يعني فتره من الفترات ما كانتش في علاقه خالص، مستحيل. لكن النهارده بدايتهم هم عزمونا في عندهم في نادي الزمالك، ونادي الزمالك هو يعني يعني كيان كبير ومؤسسه كبيره في النادي في مصر، وهي اللي بتنافس النادي الاهلي يعني. نعم. بنتكلم يعني لازم نديله حقه. نعم. هو حسين لبيب من الناس المحترمه. لكن في بعض الناس بتبقى بتنتمي لبعض بيقولوا تصريحات بتبقى مستفزه للجمهور. وانا اتمنى ان احنا عمرنا من ناحيتنا احنا النادي الاهلي ما حدش بيطلع بيقول حاجه ما بتبقى فيها نوع من الاستفزاز للجماهير. واحنا في الاخر احنا شعب واحد وشعب مصري واحد، لابد ان احنا نحافظ على مشاعر بعض. ده كلام شديد الاحترام. كولر، هل كولر نهايه عقده السنه دي ولا قدامه سنه كمان؟ والناس مش عارفه عقد كولر مستمر سنتين ولا اخر السنه، وليه ما تمش الاعلان بشكل رسمي؟ لا، كولر عقده كان 3 سنين من. نعم. السنه اللي فاتت، فهو لسه عنده السنه دي والسنه الجايه. يبقى له، وده معلن رسمي. طبعا. في عقد، لكن في اكزيت يعني في اكزيت سيناريو. مثلا ممكن بعد السنه دي ممكن عايز يمشي النادي الاهلي، يعني في اكزيت سيناريو معين. ما اي عقد في اكزيت سيناريو. لكن عقده 3 سنين يخلص بنهايه 26 27. اكتر حاجه باسطه 25 26. اكتر حاجه باسطه كولر في النادي في مصر باعتباره يعني علاقتك بيه جيده، يعني الجمهور مبدئيا. الجمهور عمل علاقه رابور ما بينه وبين الجمهور جدا. نعم. وفي نفس الوقت مع احترامي يعني ما في لبن العصفور بيطلبه بكابتن خطيب والبتاع بيعمل مش مأخرين عنه حاجه خالص. زيرو. كل حاجه شخصيه هادئه في التعامل معاكم ولا بيبقى عصبي؟ اولا لا لا، هادي جدا. نعم. لا لا، هو هادي جدا. شخصيه موزونه جدا، بيشتغل 18 ساعه 20 ساعه في اليوم. لا يكل ويامل. مخلص جدا في شغله. ما فيش شك ان
وجود محمد رمضان معاه إضافة كبيرة جدا ليه، لأن بقى مركز مينلي في الـ في الـ في الـ في الملعب، بقى محمد رمضان واخد هو الشغل الإداري كله. فهو مبسوط يعني، هو من جهة مبسوط حتى يعني. دينو صديقي جدا، دينو لمبرتي الايجنت بتاع دينو لمبرتي، بيقول لي انا عمري ما شفت كولر بيضحك زي ما بيضحك في النادي. مبسوط انت من تجربه محمد رمضان يا باشمهندس خالد؟ محمد رمضان بقى مدير سبورتنج، مدير رياضي طبعا، شايف انه شخصيه محترمه وشخصيه حازمه، ايوه، وشخصيه عارف اللي هو دغري ما عندوش 1+1=2، ما عندوش ممكن يكون من وجهه نظره ان هو راجل يعني ماشي مدرسه قديمه، مدرسه قديمه، لكن هي مدرسه. هو الحقيقه دايما لما يتكلم حتى على الهواء يقول لي انا 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 عندي لايف كوتش، وانا بشتغل وانا بسال الناس، وانا عارف انه في فتره، لكنه بقدر الامكان هو عارف مهام شغله، والانضباط ملوش علاقه بالقديم والجديد، هو عارف مهام شغله كويس قوي، بدليل ان الكابتن خطيب مديله بعض صلاحياته. ده صحيح، من صلاحيات رئيس النادي. نعم، ليه؟ لان ثقته فيه كبيره. وهو كابتن رمضان كان من فتره كبيره كابتن خطيب كان بيفكر فيه يعني، ده من فتره انا عارف، من زمن يعني بالظبط يعني، فتره طويله. ورمضان حقيقه من الشخصيات المحترمه، لا من الناس المحترمه والناس اللي طيب، وربنا يوفقه يعني يا رب ان شاء الله. استاذنك نرجع تاني لبعض الاسئله لان عندنا اسئله كتير، وبعتذر الناس ان احنا اتاخرنا شويه. كابتن سعد فاروق، الف سلام وتحيه على اغلى الاهلاويه وقناتنا اللي مشرفانا في المجره الكونيه، مع رارارارا والمهندس خالد مرتجي رمز الانضباط والثقافه والوجه البشوش توم كروز الرياضه. اول مره اسمعها دي، اول مره اسمعها حلوه دي يعني. سؤالي، لماذا لا يسند حلمنا بانشاء استاد الاهلي لاحدى الشركات العالميه سريعا؟ اولا اشكرك على الكلام. توم كروز، مستر توم كروز، توم كروز مرتجي. حلو. نعم. توم كروز حلو. كابتن سعد، احنا عندنا شركه اللي هي القلعه الحمراء زي ما قلنا، فيها 11 وزير سابق ما شاء الله، ناس بتشتغل ليل نهار، وان شاء الله باذن الله تعالى على يعني قريب جدا. انا احساسي المره دي غير كل مره، لا لا لا، حاسس ان الامور بتقترب. محمد كامل لهلوبه يعني بصراحه، وعامل شغل ومعاه ناس بتساعده جامد، فلا حقيقه هتسمع حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. اللي بعده، احمد بوشكش، مساء الخيرات على كاب شوبير وعلى وزير خارجيه الاهلي خالد مرتجي، رجل كل المراحل، هل انت متفائل لما شفت مجموعه الاهلي في كاس العالم للانديه؟ انا على طول راجل، انا متفائل بطبعي يعني. نعم. حتى اما الاهلي بيبقى مثلا لا قدر الله في يعني دروب او حاجه، في دروب ولا حاجه، عمري ما متفائل، لان بص اللي وراه جمهور زي النادي الاهلي ده ما ينفعش يتشائم، لان الجمهور اللي عندنا ده يعني يهز جبال فعلا، ويخلي الحديد يتكلم يعني. طيب شكرا بوشكش. محمد منجد، هو صحيح خبر ان رونالدو ممكن يلعب مع الاهلي في كاس العالم للانديه القادم؟ رد بقى. لا ما عنديش معلومه، بس ما يعني ما يعني ما يعني يلعب ازاي؟ يلعب 6 اشهر يعني ويرجع؟ لا يلعب بالبطوله، يجي لك اعاره. ده السؤال اللي سالته لك في البدايه. ما عنديش معلومه الحقيقه، لكن دي برضو ارجع اقول دي مش بتاعتي، وهل ينفع ولا ما ينفعش، وهل انت عايز واحد زي رونالدو، ولا عايز واحد عايز ينحت في الحديد عشان يكسبك ويشتغل معاك؟ انا ما اعرفش برضو. الناس كانت بتقول وجهه نظرها يعني انه تاني رونالدو وميسي قدام بعض وفي مباراه رسميه، ده كان الاهلي يا كابتن، الاهلي وانتر ميلان، مع كل احترامي لرونالدو وميسي، ده الاهلي. صعب، يبقى صعب. اللي بعده، نبيل المصري، مساء الفل يا كاب شوبير، مساء الرقي، حلو قوي مساء الرقي على وزير خارجيتنا الباشمهندس خالد مرتجي. اولا نقول لك مبروك على منصبك الجديد، وربنا يرحم سياده الوزير العام فاروق. عاوزين نعرف خطه تدعيمات الفريق استعدادا للمونديال، ومنورنا ومشرفنا دايما. كان غيرك اشطر، انا بقالي من اول الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله اكيد هيبقى في تدعيمات، وخليك عندك ثقه برئيس النادي بتاعنا ورجل ايقونه الكره الافريقيه، ومع الجهاز اللي معاه ولجنه التخطيط، تاكد ان الناس دي ما بتنامش علشان تعمل حاجه تسعد جماهيرنا في الاخر. اللي بعده، فتحي زيدان،
تحية من القلب الناظر الإعلام الرياضي قدر المهندس خالد مرتجي. سؤالي: هل يتم تدعيم الأهلي بصفقات لبعض المراكز في الفريق تناسب المرحلة القادمة من المشاركة في عدة بطولات وتناسب أيضا طموح محبي وعشقي أعظم نادي في الكون؟ هي كلها طبعا، لأنه هو ده الحقيقة السؤال الأهم يعني. هو أكيد نعم يعني أكيد هيحصل، أكيد لكن زي ما أقول إدي الفرصة للناس تشتغل. بس تيجي الحقيقة نسمع أغنية من الحلوة اللي أنت بتسمعهم في اللي بتحبهم في الأول. بس هل في حاجة أنت كان نفسك يعني سؤال كان نفسك اقوله لك، حاجه استفسار كنت عايزني اقوله لك وانا ما قلتوش، او حاجه عايز توصلها لجمهور النادي الاهلي او الجماهير بصفه عامه؟ لا يعني ما فيش حاجه، انت ما سبتش حاجه ما قلت. الحمد لله الحمد لله ما سالتهاش، انت فعلا ناظر الاعلام. ربنا يخليك يا خالد. انا بس عايز اهنيك وهني القناه، يعني الحقيقه انتوا احييتوا هذه القناه. ربنا يكرمك وربنا يكرمك، وفعلا حارس الاهلي. ربنا يكرمك يا رب. ووجودك في القناه مع وجود هشام جمال ووجود الناس والاعلام برضو ده المركز الاعلامي عندنا طبعا مع جمال جبر والناس كلنا بنكمل بعض، اكيد كله بيكمل بعضه طبعا. المنظومه الاعلاميه انا بعتبر بوجودكم اكتملت، ومزيد من النجاح، وان شاء الله ربنا يكرمكم ونعمل حاجه كويسه تسعد الجماهير والملايين اللي بتشوفوها، وفي نفس الوقت ربنا يكرمنا بقى في اللي جاي، لان اللي جاي اصعب من اللي راح، ونقدر نعمل حاجه تسعد جماهيرنا في الاخر. خليني اقول للناس معلومه اول مره اقولها، انه بعد الموضوع الاخير بتاعي فاول مكالمه تلقيتها كانت من الكابتن محمود الخطيب، كان بقى لنا فتره يمكن ما اتكلمناش يعني. وانا كنت طلعت بقى على الساحل الشمالي وتمام بقى، فانا اول مره احكي. ازيك يا احمد، ازيك كابتن، اخبارك تمام؟ كويس تمام. هو ايه كان ايه بيتحسس يعني، فلاقيني طبيعي خالص يعني، فلاقيني انا في الازمات تلاقيني فل يعني. فقال لي عايزين نحل مشاكلنا بهدوء ومش عارف ايه وبتاع، قلت له ان شاء الله بتاع. وبعدين قال لي واحنا في ظهرك. واحنا ايه؟ في ظهرك. اه حقيقه يعني. فالجمله كانت بالنسبه لي انا خلاص مش فارق معايا حاجه، بس لما تلاقي اولا هو كابتنك، ثانيا رئيس ناديك، ثالثا صديق عزيز، رابعا وخامسا وعاشرا حاجات كتيره جدا يعني. انا كانت مراتي جنبي يعني، انا من طبيعتي ما بعرفش اتكلم في التليفون عشان وداني، فبفتح السبيكر يعني، فكانت سامعه يعني، فهي امتنت جدا يعني، كانت سعيده جدا وكانت مبسوطه يعني. فانا قلت لها هذا يكفي بالنسبه لي يعني، ده بالنسبه لي كفايه يعني، انه راجل حلو. او كان بقى لنا فتره طويله ما اتكلمناش، بنلتقي بس ما فيش محادثات تليفونيه يعني. وبعدين بعد شويه فلقيت بقى اخويا وحبيبي هشام جمال بدا هو جنبي في الساحل، فيجي هشام ده جميل جمال يعني، اسم على المسمى يعني. وبدانا بقى نتكلم وبدانا نحكي وبعدين بدا الموضوع ياخد بقى، وبعدين حضرتك كلمتني، وبعدين كتير من الافاضل اعضاء مجلس الاداره كلموني، وبعدين بقى عندكم قرار انتوا هتاخدوه كمجلس اداره. وانا الحقيقه لا اخفيك سرا، عمري ما في يوم من الايام تخيلت ان انا اشتغل في قناه النادي الاهلي والله يا خالد خالص، ما جاش على بالي. لكن لما حصل بقى الكلام وبدات الحمد لله تيجي العروض، وازمتي كانت انتهت تماما وتوضحت الامور بشكل جيد، فانا صممت على قناه النادي الاهلي. مكالمه كابتن خطيب، كلامكم معايا في التليفونات، لانه معظم الاعضاء الحمد لله دايما علاقتنا جيده، هشام جمال بافكاره الجميله وفريق العمل اللي موجود معاه، فحسيت بالراحه، حسيت بالمحبه الشديده جدا. كمان مسانده جمهور النادي الاهلي، انا اسف انا اخذت الموضوع شخصي شويه، انا فعلا يعني والله يا خالد مسانده الجمهور بالنسبه لي كان بالنسبه لي انا مش متخيل الوقفه دي والمسانده دي والظهير القوي بعنف ده. فجمهور الاهلي، اداره الاهلي وحضراتكم وهشام وفريقه بالكامل اللي موجودين، لان اخوه احمد جمال حد جميل، وزميلنا العزيز ايهاب الخطيب حد جميل، وكل الناس، محمد يوسف شركه الاهلي الانتاج الاعلامي، كلهم مع الجمهور مع المسانده الغير عاديه دي. ففعلا الناس حساني ان انا بشتغل وانا طاير، انا فعلا فرد ايديا ومبسوط ومستمتع. فأنا كمان أنا بوجه لكم الشكر حقيقة، لأنه أنا فعلا عايز أقول لك أن أنا بشتغل باستمتاع وبحب شديد، ويا بخت اللي كان أهلاوي. والله يا كابتن، أولا أنت شرفت بيتك. أشكرك يعني،
والحقيقه كابتن خطيب دايما نمره واحد عنده هو تفكير هي مصلحه النادي الاهلي، ما فكرش في اي حاجه ثانيه طبعا. وهو لما قال الاهلي فوق الجميع، انا عايز اقول لك مثلا اللجان عندنا لجان الشباب واللجان المراه ولجنه الطفل ولجنه الناس اللي بتشتغل عندنا في النادي، شوف دول بيعملوا بيبذلوا جهد قد ايه حبا في النادي طبعا. الاهلي اي حد بينتمي للنادي الاهلي كله بلا مقابل بيحب النادي. شوف اللجنه العليا بتاعت اللي هي وليد مبروك مع ريهام طبار، جميل وليد وريهام جميله ما شاء الله، يعني ناس بتشتغل بحب وبتشتغل بس حبا في النادي الاهلي. فالحقيقه اي حد بينتمي للنادي الاهلي طبعا شرف كبير صحيح، واحنا كلنا يعني نفدي النادي الاهلي لان في الاخر هو فضله علينا كلنا. صحيح. هسمعك اغنيه بس من الاغاني الجميله بتاعت النادي الاهلي وارجع عشان اختم مع المهندس خالد مرتجي. يمكن البعض ما يعرفش النهارده بقى اللي هو هل علينا ده عيد ميلاد المهندس خالد مرتجي، فكان لازم نطلع له باجيال بتسلم بعض وكان لازم نحتفي بيه ونقول له بالنيابه عن جمهور النادي الاهلي وبالنيابه عن الزملاء اللي موجودين في قناه النادي الاهلي وبالنيابه عن الجميع. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس خالد، من الشخصيات الجميله القريبه لقلوب الجميع، فانا ما بعرفش اغني بس اقول له كل سنه وانت طيب ونحييه كلنا يعني على عيد ميلادك ودايما يا رب بالصحه والسعاده. يعني بص يعني مش قادر اقول لك قد ايه انا سعيد انت خطيب ان وانت يعني والفريق مرتجي يعني نعم. ابويا رحمه الله عليه نعم. كابتن خطيب وانا فدي يعني اولا الصوره دي يعني بصراحه لازم انا ابروزها واحطها عندي في البيت. ربنا يخليك. اشكركم كلكم يعني ربنا يكرمكم وكل سنه واحنا طيبين جميعا وكل سنه والنادي الاهلي دايما نمره واحد وكل سنه وجماهير النادي الاهلي كلها مبسوطه ويبقى دايما النادي الاهلي هو سبب سعادتنا كلنا. يا رب تسافر وترجع لنا بكاس الانتركونتيننتال او الفاينل على الاقل. اتفضل بقى يا باشا اتفضل. فكرة مين دي يا كابتن؟ أكيد يا شباب. تمام كده عايزين حاجة؟ شكرنا يا باشمهندس خالد، شكرا لحضراتكم، يا رب نكون قدرنا إن احنا نرد على كل الاستفسارات. ان شاء الله الباشمهندس خالد يرجع ونعمل له تورته اكبر من دي، بس ان شاء الله يكون الكابتن خطيب منورنا. عايزين حاجه؟ السلام عليكم. شكرا.